السلام عليكم هلي فيكم في بودكاست سوالف أربعة أنا أحمد أنا علي شو اللي عندك علي الأسبوع هذا؟ آه عندي كم من شغلة حق من قبل شيء بست باي حاطين عرض بلاي ستيشن 5 وصار له اوفر هيتنج شلون؟ حاطين بلاي ستيشن 5 للعرض لل... اه مغ... حطينا في داخل اه حسبته حسبته في الموقع سوى له سوى وصار له اوفر هيتنج حطيناه في الازاز اي حطيناه في تغليف الازاز وهذا فصار له هيت نص... لان المشكله ان اللغ... اللي مغردها ترى من الصوره مصور نفس الكشك كامل مم. صوره ومصور الشاشه ومكتوب اوفر هيتنج صوره ثانيه فالناس اخذوا صوره الاوفر هيتنج وقاموا يرسلون يقولوا شوف البلاي ستيشن صار له اوفر هيت يعني ما يشوفون البوكس بس آه يعني بلاي ستيشن اخر في يجيك ايش هالارم بلاي uh, ستيشن 3 انا عن نفسي لان اختربت عندي المروحه آه. Uh. تصبح حرارته يطفي اه uh, اوكي okay. على طول بلاي ستيشن 5 ما جات عندي مشاكل ارتفاع حراره ما ادري بالضبط اوكي وين آه. عندك اللي هي اللودينج تايم الاكس بوكس والبلاي ستيشن اوكي سيريز اكس اسرع في اغلب الالعاب ممكن تقريبا لعبه ولا لعبتين البلاي ستيشن اسرع بكم ثانيه مع ان الاس اس دي ماله اسرع من البلاي ستيشن بس يضرب جهه ثانيه ان السي بي يو مال الاكس بوكس اسرع فيمكن الباتل نكينج من الـ من السي بي يو مال البلاي ستيشن وبعدين ما في حتى الان اللي كلهم باكورد كومباتبل جيمز ما يعني ما في يعني فل اوبتمايزد جيم يعني الفل اوبتمايزد جيم حق البلاي ستيشن حرفيا ما تقدر تقول له سبايدر مان مارز موراليس وديمون سولز وهي الاثنين حصريات حق البلاي ستيشن ما تقدر تقارنهم بالاكس بوكس لانهم مو موجودين هناك. حتى الرياض ما راح تنزل؟ ما, ما لا ابد ما تنفتح في المكان اذا بعد ثلاث سنين احتمال تنزل في البي سي لانه سواها سواها الحين للعبتين. وحتى الان يعني الآن انا اللي اشوفه أنا الاكس بوكس احسن. اوكي. اللي نشوفه ارقام. كارقام وكاداء حتى في الباكورد كومباتبل جيمز لان الباكورد كومباتبل جيمز أه الاكس بوكس عندها الاوتو اتش دي ار هذا شنو اللعب يعني اللعبه احسن عشان تلعبها يعني الاضاءه افضل وفوق ذي كله هو مور باو اقوى فبيصير احسن ما عدا في بعض الالعاب يصير احسن في البلاي ستيشن لان ايش؟ لان البلاي ستيشن 5 يشغلها كانك مشغله على البلاي ستيشن 4 برو اوكي okay. والبلاي ستيشن 4 برو مو بنفس الاكس بوكس سيريز اكس لان الاكس بوكس سيريز اكس يشغل على كانه مشغل على الاكس بوكس اكس اوكي والاكس بوكس اكس نيتف 4 k البلاي ستيشن 4 برو oh, 1440 p اب سكيل اوكي اوكي فاحيانا يصير الفريم ريت ستيبل شوي في البلاي ستيشن لانه هو على 1440 1440p تشكر بورد اوكي okay. طيب والاخبار وما في لا اوت تي اتش دي ار ولا شيء ولا هذا عندك الجهه الثانيه بعد <applause> كويك ريزوم اي فيتشرز زي كويك ريزوم في البلاي ستيشن ما في في لسته آه، اذا ضغطت على علامة البلاي ستيشن مده اللي هي الالعاب اللي كنت العبهم قبل تضغط عليهم تسويها لونش مره ثانيه كول, طيب، كول كاداء يعني ترى هذا كل شيء كل شيء هاردوير اوريدي موجود بس باقي سوفت وير يقدرون يسوونه يعني. <applause> هم يقدرون يسوونها بس من الجهه الثانيه ان الاس اس دي ما في مساحه الاكس بوكس ياخذوا حوالي تقريبا قريب ال 200 جيجا بس للكويك ريزوم ترى هو يحفظ اللعبه كلها يكتبها <applause> في الاس اس <SSD>. دي <applause> فطفي الجهاز كل شيء ما يكتبها مره في الاس اس دي فيمكن يحطونها بعدين لما يفتحون الام في ام المدخل والحين بعد الخبر الثاني الام في ام المدخل قافل ما تقدر تحط اي شيء تشغله ما تخلص اس دي الام في ام 5 <applause> ما ما مشغل من السوفت وير طافي بعد تحديث بيفتحونه فما تقدر تحط اي شيء يعني اي احد بيشتري بلاي ستيشن ناوي no. يعني حط فيه دايركت حتى لو ما نقدر يمكن يمكن بعد اللونش باسبوع اسبوعين الله اعلم وما تقدر تنقل العابك مالين البلاي ستيشن 5 لاكسترنال هارد درايف وتنقلهم مره ثانيه عشان تلعبهم ما تقدر تنقل العاب بلاي ستيشن 4 بس لاكسترنال هارد درايف ترجعهم مره ثانيه اوكي okay. الاكس بوكس تقدر <متحن> إكس بوكس تقدر تنقلهم وكل شيء وإكس بوكس بعد في وضعية سمارت شوف. شوف. ينقل للعالم آه. أنا شيء. من وجهة نظري الإكس بوكس بالراحة يقدر يفوز على سوني سوني ما تبي الأشياء ذي اللي تبي رباح أكثر إكس بوكس كشركة عادي تخسر عشان تربح مايكروسوفت لك إكس إيه بوكس مايكروسوفت يعني عادي تخسر عشان تربح سوني هذا ال... اللي عندها يعني باقي باقي شنو التلفزيونات اللي اوكي باقي الكاميرات شو اللي عندها باقي سوني عندها عندها ليبل حق اغاني بتكلم اللي اللي, اللي وال... تتقدم اللي تتقدم السينما ما في الحين افلام اي افلام اتكلم اللي تتقدم يعني سوني سوني كلمه سوني عندنا اصلا هي ال هو الجيمنج اصلا يعني ما تقول بلاي ستيشن شوي, شوي في الخليج ايه ف... لا اوكي حتى صح في الخليج لكن ما راح تقول حق في الخليج مايكروسوفت لحق الاكس بوكس ان مايكروسوفت هي معروفه لحق الويندوز معروفه حق الاشياء الثانيه ف, <applause> ف... ما تقول مايكروسوفت تحس اني بشغل اكس او اي شوف الحركه ان لو انا مكان مايكروسوفت اخسر عشان اطيح سوني عادي احط كل شيء في الجهاز للاسف تقدر تسويه للاسف Microsoft. يعني سوني لو سوت اللي تسويه عندها استوديوهات وحصريات انا مايكروس اوكي هذا انت تتكلم أيه. عن بس ان انا, أنا مايكروسوفت اقدر اخسر واقدر اجيب كل شيء هي يعني الحصريات اللي كل كلهم سوري بدات فيهم قاعد تشرب فيهم, فيهم. لان تدري هذا التوجه اللي بترفع على البلاي ستيشن لا انا اقدر قديم هذا الكلام ما عليه بس كلها بفلوس أيه. علي يعني أيه. تقدر كل شيء كل شيء ينزل المشكله انه مو بس انك تشتري ان الفوستر مال الاستوديو ما نفسه أيه. الوقت الاداء ال... لازم يعطونهم وقت مثلا جرولا جيمز عند بلاي ستيشن جاي بالعيد سنين 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 طويلة توهن توهن بس... نزل لعبة محترمة مع مع الحين السعر بين الاكس بوكس وبلاي ستيشن كم الفرق ها آه، كالجهاز البلاي ستيشن العادي م. اللي أبو نفس السعر اوكي يعني مايكروسوفت مايكروسوفت تقدر تنزل سعره زياده ما ابي رباح اصلا مش مش بس ما ابي رباح هم اثنين هم خل, خل اربح في الالعاب مثلا هم هم الكلام الحين على الان والله سوني, سوني, مرح سوني, مرح سوني مرح دي دي. اثنين هم خسرانين سوني ما راح خسرانين بس سوني خسرانه اكثر سوني ما راح تخسر ما اتوقع انها تبي تخسر سوني في الجهاز منين بتجيب فلوس عشان تخسر الجهاز ممكن قدام لحق الالعاب يمكن اوكي لان هذه يمكن الخطوه الوحيده لان يمكن مايكروسوفت هي اللي اجبرتها بهذا السعر لا لا, لا لا السعر الخسرانين فيهم انا اقول لك ان مايكروسوفت حطت دي السعر فيمكن سوني اوكي ما اقدر ارفع السعر الحين انا وحقتني مايكروسوفت الحين فهذا الشيء اللي كي بخسر مايكروسوفت تقدر تنزل زياده سوني تقول لا ما راح انزل خلاص ما تبي تخسر زياده مثلا سوني ما عندها توقع راس مال جهه ثانيه او شيء تبي تحطه بشيء يعني تخيل انت في المستقبل ومئة في 100 ما في شركات في العالم راح تتم توب يعني تذكر انت قبل عشر سنوات يقول لك ابل راح تطيح ابل راح تطيح من متى؟ التسعينات بديت بالالفينات ايه وبنزل الايفون بعد إيه. يعني نزل الايفون بطيح الابل ما حد بيشتري ما حد بيشتري بطيح آه وقع تلقى بس ما شركة الشركه بطيح ما في شيء في العالم راح يتم فوق فمايك سوني لازم تتوسع قاعده تتوسع سوني صح؟ لكن النفس هذه ك... بي... كشركه ام سوني كشركه ام شروا كم من ستريمينج سيرفيس الحين؟ اي اتكلم ك كأشياء ثانيه يعني توسع مثلا ابل اقول لك اياها كانت تموت ابل لو من 2007 واقفه 2008 على الاشياء اللي كانت عندها كانت تموت لكن خطتها بس لابتوب وجوال وبعدين يعني لابتوب قبل 2007 كانت ابل كمبيوتر اسمها بعد 2007 سمتها ابل بس شالت كلمه كمبيوتر دخلت على الجوالات ولا شيء ثانية ولو جالسه من 2007 نفس الاجهزه اللي عندها جوال واحد ايفون ولابتوبات بس ما نزلت خدمات عندها بتموت لازم تتوسع ولا تصير نفس شنو؟ شركات رم البلاك بيري والنوكيا اي ام اي اللي واي بي ام اللي مسكوا على شيء واحد وما نبي نتوسع يعني اي بي ام اي بي ام لدرجه طيحتها الثينك بوك باعتها ال... فهي نفس الحركه فالشركه اذا ما توسعت راح تتم بس توسع غير توسع مش مش مجالك مهم انه قدام نشوف شو بيسوون فهذا سوني اللي... لا, لا، شوف الكوك اوكي خلينا نرجع احنا حق البلاي ستيشن 4 اوكي بلاي ستيشن 4 الاكس بوكس نزل نزل وكانوا يتكلمون عن فيتشر اللي هي الرست مود مالهم ما ادري ستاند باي مود تقريبا نسيت والله بالضبط هذا يقدر يسوي سسبند حق الجيم اوكي نزل بدون هالفيتشر نزلها بعدها بتحديث ف... في الاكس بوكس اوكي وبعدها بلاي ستيشن سوت نفس الحركه وحطتها عندها آه لان هذا يعني الهاردوير جاهز ليش كله شغل سوفت وير في اللي عندنا الحين الاس اس ديات سريعه والمفروض ان الاس اس دي مال البلاي ستيشن اسرع م. اللهم اعلم اذا صار عندهم بطل نيك من السي بي يو حتى الحين ما ندري بالضبط اوكي okay. بس هم المشكله الوحيده اللي فيهم ان اللي ما يقدرون يعني مثلا ينزلونه كتحديث خلال مثلا يقول لك شهر ولا شيء كذا ان الاس اس دي الداخلي مساحته صغيره جدا ياخذون منك ميو زياده جيجا عشان تسوي سسبند حق لعبه ولا لعبتين هذا المشكله يعني يمكن يسوونها بعد ما يفتحون الاس اس دي خلونك تقدر تحط اس دي ثانيه اللي هي الام في بس الـ الـ ما في شيء يمنعهم ما م. في شيء يمنعهم غير المساحه مثل الهارد بس عندك شيء تضيفه؟ لا ما عندي شيء بس عندك ال Reviews <applause> آه طلعوا حق البلاي ستيشن آه كثير يتكلمون انه يعني كيف الديزاين اللي يقول لك اللي ولا محبة الصوت ما فيه درجه الحراره طبيعيه يعني كل شغلات طبيعيه آه آه دولود سريع جدا يقولون ان في مده طويله تحميل في أه. مده طويله أه ما ادري احنا في البلاي ستيشن نفسه هل ان البطء من الواي فاي نفسه ولا من السيرفرات أه سوني في باتل نكينج هناك يوقفون أه تثبيت سريع جدا يقول لك تثبيت خلال ثانيه لا تحمل لعبه انستول أه 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 يعني دونلود انستول أه ثانيه اللعبه أه. كم هجمها يحملون في العاب والله سووا اختبارات اللي حملوها في كم دقيقه اللي هي 45 دقيقه ما ما سرعه التحميل ما علينا من سرعه لا ذاك على حسب يعني ما اقدر 45 حاجة 65 جيجا كذا يعني أوكي. جيل اللي راح وجيل الحالي يثبتها في ثانيه في ثانيه 45 دقيقه في ثانيه يثبتها هذا لا هذا ما تثبيت هذا النو انستول هذا شيء طبيعي انه يصير سريع البلاي ستيشن يسويها يعني في خلال دقيقه مثلا بالهارد درايف مال الحالي انتوا عندكم خيارات اثنين بس في نفس الجهاز يعني الانستول والداونلود منفصلين لا هو يحمله الداونلود هذا بالحاله آه هذا يحمله ونفسه هو ي... البار في النهايه يقول لك انا ي... ما يقول كان قديما في بلاي ستيشن 3 يقول انستول بس الحين بعد ما يحمل شوي يخلص التحميل بس تشوفه قاعد قاعد ي... ارقام تمشي بعد ما خلص التحميل هذا بس اللهم ما يصير بس النقطة اللي في النهاية مفصول. اوكي ما ندري النقطة اللي في النهاية انت تشوف انه ما يحمل بس خلاص النقطة هذه في النهاية ما يبقى, ما يبقى, ما يبقى يثبت اوكي ما ندري احد التثبيت الحين صار قبله ده ولا دي تفصل الانترنت هو هو التثبيت هم التثبيت يعني مارك سورني يتكلم يعني في الروت و بلاي ستيشن يوم طلع مم. التثبيت يقول سريع يعني حتى في الهارد درايف التثبيت يعني يسوون مثلا 45 في خلال دقيقة ولا شيء ثواني يعني في شغلات خفيفة المشكلة ان الابديت الابديت لأن تحمله ولازم يسوي ملف داخل اللعبه فلازم يطلع من اللعبه اي لازم يطلع من اللعبه ولازم يسوي ملف داخل اللعبه وهذا يسوي أه ملف, أه ملف بعدين ينسخ التحميل أه وروح يلصقه هناك أه بعدين يمسح التحميل فهذا يطول تثبيت أه اما بلاي ستيشن طلعت وتكلمت و... وقامت تقول ان تثبيت الدو... اللي هي التحديثات حق اللي هي الالعاب العاديه سليب في السليب مود يكون لا أه وانت تلعب ما يطلعك من اللعبه ثبت التحديث حق اللعبه ولا يطلعك من اللعبه بس الميزات حق التحديث ما راح تشتغل لما تطلع من اللعبه وترجع. على حسب اوكي تثبيتك للعبه اوكي مثلا تقدر توصل بس انك يبدا اكتف الابديت اللي صار تشوفه عندك هذا هذا آه انا جالس صار مع احد الشباب قاعد اكلمه قام يقول لي يعني الحين ما فاهم انا اقول لي يعني لو ان عندي بق في الجيم وانا في نفس الغرفه اللي فيه البق مثلا جدار أه أه. طايح ولا تكشر باق ولا لايتنج اذكر البق ذا كانت في البلاي ستيشن 1. كان درايفر ما يطلع من سي... لا اللي يطلع من السياره أه. اول ما نزل نرفع الجسر ونرجع ننقز من اطياس أه. أه. في اذكرها في منطقه اروح فيها في نافذ بين نافذين اخش فيهم خلاص تصير ورا ال... ورا التكستشر ايوه أه. وتطيح السياره ذي دي المكان ذكرى ما في ابديت ما في ذيك الفتره خلاص هذا اللعب وهذا على ذاك الوقت أه. كان في تقريبا ابديت بس لازم تشتري سي دي بتح... في <applause> تحت وما في العاب أه كثيره سديد اه في تحديث عشان اه تعبته يا حبيبي الاستديوهات منسوخه انت جيت ما كنا ندري ذاك الوقت اذكر في منطقه عندنا في محل كنت اشوف السيديو عنده غير الاستديوهات الثاني والغلاف حقه انت شريت ما شريت شنو حق بلاي ستيشن 2 ذي اللي هي ما اعرف ما مالت الكره مو ما بفيفا الثانيه اي اي ايه اللي ب 200 ريال ما ادري وش كانت اقول في منطقه هناك عندنا في محل بس كذا الحالة ما حد يروح له اصليين ما ادري ليش جايبهم يعني طالع فيهم وش السالفه قمت اشتري منه احيانا نروح يعني تحس ان اللعبه انا انا ما ما عرفت انا ما عرفت أنا ان الغلاف في... كبير إيه؟ و... انا ما عرفت ان أصليين, اصليين اصلا ولا ادري بس قمت اروح اشتري منه لان اشوف تغليفه اللعبه غير التغليفه اللي هناك اللي ناخذها وذيك أشو... ذاك اللي رحت هناك اشوف المحل نفسه يطبع وقاعد يقصص ويغلف عشان يغلف التغليفه نفسه المحلات العاديه ما كنا ما كنا ندرى هذاك الوقت آه. كنا في جهل مفي في ما م... في عند... انترنت ذيك الفتره ما او ما في ما في انترنت عندنا بس عندنا ذيك الفتره الانترنت طلع الصوت زي كذا اللي يتصل م... اوكي اوكي <applause> <applause> الريفيوز آه... طلعوا طبعا و... و... ومره في اليو اي وغيره وشغلات كذا انا عن نفسي شفت اليو اي انا نفس الـ UI عن نفسي اليو اي ما عجبني كثير الاعدادات نفس نفس الاعدادات الحاليه نوعا ما بس ترتيب غيره الايقونات <applause> يعني ما ترى كلها يو اي ب... تتاقلم عليه هذا اليو اي مال البلاي ستيشن 4 ما نعم لا 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 تعود تعودت تعود عليه على طول بسرعه اليو اي مال بلاي ستيشن 4 يعني كويس بس اليو اي مال مال بلاي ستيشن 2 ولا بلاي ستيشن 3 بلاي ستيشن 2 تذكر تصدق ما دريت انا شفت هذا العام اللي طالع لي شغلت بلاي ستيشن 3 الزرق اذا شغلت ولا حطيت سي دي ما يطلع لك شيء يدور كذا كان والله ما أذكر. وشيء ازرق كذا الظلام ابي ما الجانب أبي في مخي ابي احط فيه شيء ثاني المهم هذول العواميد آه. اذا كنت عندك اللي حط الذكره طلع كل عمود طويل كل هذا اللي هي كم وقت لعبت في اللعبه ما ادري ما اذكرها بس المهم الاشياء الثانيه شنو هي عندك في الاعدادات نفسهم تقدر تسوي برفرنس اذا كنت أم. في الاكسسبيليتيز اذا كنت مثلا اقول لك عندك مشكله في في الرؤيه اللي تسوي انفرت حق الكالر اوكي تسوي انفرت من هناك ويصير على طول سيستم وايد مع الجيمز يعني ما تدخل للجيم وتسوي إنفيرت <applause> اوكي آه، اذا عندك مشاكل في الايم اذا كان عندك مثلا ما تلعب على الهارد تلعب على الايزي اذا كنت تحب تحط سب تايتل كل العابك ما تدخل لعب لعبه تحط سب تايتل كل هناك تحط سيستم وايد خلاص كل كل تطبيقة كل تطبيق فيه. أو لعبة المركة. يصير موجود فيها الحركة هذه وشيء حلو ذا يعني لأن السوني خاصة في الفرست بارتي جيمز مالينهم آه دازين كانوا بقوة لل للاكسسبيلتيز وغيرها يعني ما ح ما في احد يقول ما, ما نبي الناس كل الناس يلعبون جيمز شيء طبيعي يعني هذا مم. ساعد كل الناس يلعبون جيمز اكس بوكس طبعا نزلت كنترولر حق حق الناس اللي ما يقدرون يستخدمون كنترولرز كبيره كنترولز عاليين كنترولز كبيره نازلينهم اوكي okay. بس بلاي ستيشن دخلت وحطت لكل شيء كل شيء سوفت وير انك تشبك ثيرد بارتي كنترولرز <applause> الوان حق اللي عندهم مشاكل في الرؤيه وكل شيء <applause> ما نزلت شيء لها نزلت كل شيء سوفت وير سوفت وير ولازم شركات ثانيه تسوي ثيرد بارتي اللي هي الجيمز ترد ايه بس الفرست بارتي مالين هم سواها بس الثانيين لازم يسوون اما اكس بوكس حطت كنترولر ودعمت السيستم وايد وخلاص ومن داخل تقدر اللي هي التريجرز تنزل من اللي هي القوه مالت التريجرز تنزل تشغل اه ماكينه اه وغيره هزاز اه. بعد اذا كان عندك مشكله اذا كان عندك ما ادري اعصاب ولا ما اعصاب ما تبي يهزنا في البلاي ستيشن الحالي تقدر تطفيه وتشغله بس هنا في الجديد اه. تقدر تضعفه وتطفيه وبعد اللايت بعد نفس ال بلاي ستيشن الحالي انك تقدر تضعفه اوكي ايش اللي عندك بعد؟ ما في كويك ريزوم ان في ام اي اس اس دي افضل كانوت موف جيمز الو الو اوكي الو 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 باكورد كومباتبل جيمز مثل ما تكلمنا احنا أه، اذا آه العاب حصريه بتاكيد بتصير احسن المشكله شلون الحين ان اللعبه لو كانت قافل الف... اذا كان لوك الفريم ريت وكان لوك الريزولوشن مو دايناميك ريزولوشن الشيء الوحيد اللي بتشوفه يمكن الفريم ريت اذا كانت اللعبه نفسها قويه والجهاز ما يستحمل الفريم ريت الفريم ريت بيصير قافل على مثلا 30 ولا 60 او بالاحرى 30 اغلب الالعاب واللودينج بيصير سريع جدا بسبب ان سيستي سريع بس فانت على حسب اللعبه اللي بتروح لها اذا كانت لعبه دايناميك ريزولوشن ولا ولا فيها اعدادات انك تقدر تغير النوع اللي هي الفريم ريت والريزولوشن او ان الفريم ريت كان دايناميك نفس اللي هو مبلوك ينزل ويرجع بتشوف فرق اما اذا كان قافل كل شيء بالكاد يمكن تشوف اسرع داونلود اسرع لودينج ويا بعض السينز اذا فيهم فيديوهات وشغلات كثيره تصير اسرع بس. حلو او بالاتش دي ام اي الاتش دي ام اي تكلمنا احنا اسبوع الارواح انه ما ندري لانه high الترا هاي سبيد او هاي سبيد بس طلعت سوني وقامت تقول ان اتش دي ماي 2.1 حتى لو ما كان مكتوب عليه الترا هاي سبيد شيء غريب ذا هذا يعني يمكن ما <تكلمة> يدرون استرخصت في نفس السليف حق القلاء الكيبل ولا ايش السالفه؟ المهم انه المهم انه هاي سبيد كانت يعني اهم شيء ان اتش دي ماي 2.1 فالحين كل الـ كل ال next generation consoles, اذا كان ديجيتال ولا ما ديجيتال كلهم hdmi 2.1 ما عدا الاكس بوكس سيريز اس دي مي 2.1 هو يدعم ال 2.1 بس الموجود معه hdmi 2.0 آه، نزلوا طبعا اللي هي direct حق دارك سولز ديمون ديمون سولز و اللي فيها ورا شوي في الجيمز لانها لانها تتسلسل ديستركشن اول ستار ما تكلمت تقريبا الاسبوع اللي راح ديستركشن اول ستار سو سو لها كانسل بيقدمونها الاسبوع اللي بعده هذا العاب ذي الحين ايه انا كانت المفروض تجي مع البرودر مالي فارسلوا لي الشركه وقامت تقول لي بنرسل لك كود 70 دولار بدل اللعبه وبعدين اللعبه بيعطونك اياها ولا ما بيعطونك اياها؟ ما بيعطون بيعطوني 70 دولار قيمه اللعبه يعطوني اياها كانوا يتاسفون ويعطونك ال 70 او بالاحرى هم بيرسلوا لي 70 دولار 70 70 okay. دولار بس مم. اللعبه هي سعرها ب 69.99 سنت فانا فزت عليهم مخت سنت زياده. سمارت بيج برين وفي العاب مثل باج سناك شفت هذا اللي شفناها ذيك المره بعد ما عرضنا على مثل بلاي ستيشن اللي كانهم زرقاء <تسجد> لا اللي كانهم حشرات بس 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 اكل اوكي كان كان سلطعون سلطعون اوكي برجر ومدري وش وهذه هذا بتصير في البلاس دي وان ريليس في البلس بلس كولكشن زادها تقريبا جيم واحدة بلس كولكشن هذه ألعاب خاصة للإكس بوك خص... ألعاب خاصة حق البلاي ستيشن 5 هذه من من أكبر الألعاب اللي نزلت حق البلاي ستيشن 4 كولكشن يعني خاص وطلعوا لستة بمية لعبة بيصير فيها مشاكل مع الباكور كومباتبل ما بممنوعة بس مشاكل عندك الحين تسع ألعاب وواحدة من التسع ألعاب اللي ما تشتغل الشركه قامت تقول بتنزل تحديث و لعبه فيها مشاكل وسوني غسل يدها فما لها دخل نفس الشركه يحدثونها آه رزنت ايفل 7 منهم وفيهم مشكله واحده انك بدايه اللعبه انك بديت اللعبه الصباح أوكي. او تقريبا المغرب والشمس اذا طلع فيها تشوف الشمس كانه ووتر بينتين اوكي اي بس هذه المشكله انك تدخل داخل دخل, دخل البيت وتهاجمك ما ادري مرتك ما ايش يصير يغم عليك تقعد في الليل وخلاص ما تشوف الشمس لأن نهايه اللعبه كل ليل اي كل ليل ما تشوف الشمس لأن نهايه اللعبه أه. اساس سندكيت عندها مشكله تكست pop بوبين من البدايه اساس سندكيت اوكي ايه. عندها مشكلة تكشر بوب in اذا كنت مع مسافة تكشر تدخلون يطفون في بس لازم ينزلون تحديث لهم نفسهم الشيء اللي ما ان بلاي ستيشن ما تسوي اي شيء وغاصله يدها، اما اكس بوكس العكس، اكس بوكس عندها تشركري إلت. من الباكراوند يعني هم يحسنون الالعاب كلها من الباكراوند ما لها دخل في المطور, في المطور نفسه. فعندها ش... عندها شيء في نفس السيستم تسوي شغلات وتحسن اللعبه بدون ما تح... ما تحرك اللعبه بتح... بس من السيستم التحديثات. فهم دائما شغالين على التحديثات في الباكراوند عشان يحسنون الالعاب القديمه وحتى الجديده بعد يعني يرفعون الترفلابس وبيان ومع سوني تسويها. ترفع التير فلوبس وشغلات كذا مع الوقت وكالودينج احنا تكلمنا عن اللودينج <applause> احنا الحين نستنى حق فل اوبتمايزد جيم حق النكست جنريشن يعني فالهالا اساس آه، كريد فالهالا مع الناس اساس فالهالا بعد قالوا انها ما بلوك 4K على بلاي ستيشن 5 دايناميك ريزولوشن وسيريز اكس بلوك آه، سيريز اكس ما قالوا شيء عنه فما ندري بس معروف هذا أه... هل الواحد 1.1 واحد, واحد تيرافلاب لها الدرجة يخليك لوك فور كي اوكي مع ان هذا يعني بالاحرى ترى انا متأكد يعني خلال سنة تحديث بينزل لهم اثنين يمكن ممكن وبيرفعون تيرافلابس زيادة اذا نمشي على الجيل اللي راح نفس الحركة درجة أوكي. الحرارة البلاي ستيشن 4 في الهيت سينك نفسه من ورا يقيسونه ارفع من الاكس بوكس بدرجتين حرارة هذا كلمني واحد من الشباب منصدم وكل شيء بدأ يقول لا خلاص ما ابي انا جهازي يصير مر الطيارة لأنه عنده بلاي ستيشن 4 بلاي ستيشن 4 حرفيا طائره قمت اقول له لا لا تخاف المشكله ش... الفكره ايش؟ الفكره ان اكس بوكس الهيت سينك داخل عنده وصعب تقيسه من دايركت فهمت شلون؟ و... ودرجه الحراره كلها محبوسه عند الاسوسي والنفس الفيبر تشامبر مع الليكويد فهمت فهمتك ما يقدر يسي لما يفتح يعني يقرب يم داخل اي والحراره كلها محبوسه هناك فهو مم. اصلا المفروض الأسوسي نفس اللي هي الشيب تصير احر اما بلاي ستيشن شغلات بلاي ستيشن فكرتها انه تبعد 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 الحراره بسرعه مم. الحراره بسرعه وثاني شيء ورا هناك الهيتنج جاي مع البلاستيك بسرعه فتقدر تقيس احسن وتبعد الحراره فهو اهم شيء انه الاسوسي نفسه ابرد من من الهيت من الاكس بوكس <applause> المفروض ف <applause> <applause> كلها واش... ان شاء الله ونشوف <applause> كلها وقت ونشوف وهو تكلم بعد ما صديقي ليش ما حطوا فيبر تشامبر؟ <applause> فيبر تشيمبر صعب على الديزاين مالهم لان فيبر تشيمبر لازم تصير قطعه مع و وتشامبر فوق مسكره عشان يتبخر يرقى فوق يضرب الهواء يرجع لكويد وينزل تحت. طيب. <applause> بس هو طويل هذا <applause> فوين الحراره تروح لين هناك والهواء طريقه مرارته في الهواء صعبه جدا فبالتاكيد اتوقع لو انهم يمكن يسوون ريديزاين يصغرونه يمكن يحطون فيبر تشامبر عشان يجيبون نفس الاداء واذا بيسوون يعني برو ما برو يعني اذا سووا سلمه واذا بيسوون برو ما إيه. 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 برو يمكن يحطون يعني فيبر تشامبر يعني... اكبر يعني اتوقع البرو راح يكون اكبر من هذا البلاي ستيشن برضه ب... بس اذا سووا فيبر لا لا اذا سووا دانس نفس فكره الاكس بوكس بس هي إيه كلمه برو عندهم بيحطون اشياء يعني الحين البرو اللي موجود عندنا بلاي ستيشن 4 شفت سلم بعدين برو اكبر من البلايستيشن العادي فلو بسلم... حرفيا السلم ربع ربع سلم زياده طبقه ثانيه او نص سلم زياده إيه. فنشوف عندك اخبار ثانيه عن البلايستيشن ستيشن خلصناه. دخلنا خلينا نتكلم بس عن الهيت ثواني نفس الهيت ااا آه اذا مثلا يقول لك سووا برو ممكن يسوون الدانس وهيت اكبر او اطول اوكي ويمر يعني نفس فكره الاكس بوكس نوعا ما ولا شيء كذا لانهم لازم يصير الهيت قطعه واحده ما يصير الهيت اللي هي البيبر تشامبر طويله فاهمك فاهمك آه عندي جنرال نوز يعني شغلات طبيعيه وقليله عندك آه اول شو اسمه تس اول تسله تاكسي طلعت اوكي. نيويورك هذه اذا مخبلني. أه مطور كسر رقم سرعه العالم. مطور الكتريك موتور مطور صار 245 مايل. هي المشكله ما بعد السرعه بس في المطور. المشكله اذا سرعت على الثبات. إيه لا ذاك مطور ريسنج وشغلات أوكي. وثاني شيء تقريبا كستم ميد ما له دخل في الموضوع. اوكي. طياره بتصير اسرع طياره في العالم 90 دقيقه من نيويورك الين لندن تسعين دقيقه؟ اوكي بس هي المشكله على ال... في اشياء يعني هو مش مستحيل موجودين طيارات حربيه شفت كم تاخذ لكن اكلمك انه كيف ال... الناس الطبيعيين اللي داخل راح يكونون الله اعلم اوكي أه عندك جرافين سركت مسوينه الجرافين يتحرك ويحرك الكترويد يقوم ويشحن السيركت بس يطلع على شنو تتكلم عن شنو؟ جرافين سيركت بس مسويين كهرب اوكي فيقول لك صغيره جدا فما بتشغل أبا جهاز ولا دي ما يطلع كهرب مم. عالي يتحرك الجرافين ويسوي كهرب فيمكن حق اجهزه صغيره جدا ما تصرف كهرب بس الطياره هذه السريعه جدا مسوينها ب 16 مليون جدا جدا غالية عندك سلف؟ طيب الحين قبل آه. ما نبدا عشان الاسبوع الجاي المفروض عندنا الـ عندنا البلاي ستيشن. البلاي ستيشن مش مو الـ الـ وصول البلاي ستيشن قصدك. ايه اللي آه. يعني صار عندنا البلاي ستيشن الاسبوع الجاي فيعني في نقوم نسوي فيديوهات عنه آه. فحاليا انا بحدد واحدة من الكنترولرات اللي عندنا عشان نقارنها بالكنترولر الجايه. اوكي. احنا شو اللي عندنا كنترولرات؟ عندنا الكنترولر لا؟ عندك الاكس بوكس بالاحرى الكنترولر مالت السي مالت اللي هي الاس اكس بوكس اس اوكي هذه المحدثه اللي فيها بلوتوث وفيها الهيدفون جاك طيب طبعا بالباتريز عشان نحط mm -hmm. الوزن <applause> عندك الشندو نينتندو سويتش برو كنترولر برو دي؟ اي برو كنترولر <applause> ليش اسمها برو؟ ايش في عاديه عاديه هي بس هذا اسمه برو كنترولر هذا ما بالله يعني عندك من مالين من سندو مالين أه. سويتش عندك نفس اللي هي الجوي كونز تلعبهم هذا البرو وعندهم هذا حق س... حق فايتنج جيمز ومع اللي هي 64 مالين الحركات هم اللي... حق ال أه. 64 يعني ريترو عندك اللي هي الجوي كونز لا تطلعها تطلع على جنب <applause> <دي> ما ما <applause> عندك الجوي كونز بال بالنفس هذا الهاندلز مالهم عندك البلاي ستيشن 4 ال... اي وحده هذه Uh, c u h زي سي تي 2 u هذه اللي هي البطارية مع البطاريه الاكبر مع البطاريه الاكبر مع مع اللايت بار اللي كذا لان فيه شويه وزن زياده والحبات غير ماتيريال بس المسكه نفسها المسكه نفسها الماتيريال شوي يختلف الحبات اللون ونفس الضغطه هذول يختلفون شوي أوكي. يعني في في اختلاف شوي شلت هذا عشان يعني نستخدمهم مع عدل طيب وبعد هذا هذا اللي عندنا وعندنا السويتش نفسه نستخدمه بالهاندل نفسه بالجويكونز نشبك ليش بكل جوي طيب انت الموضوع انك تبي تقارن الكنترولر ايه بالجديد بلاي ستيشن الجديد بنق ب... بشوف من الكنترولرز اللي نقدر نقارنهم بين لان ما بجلس اسوي فيديو قارن كل كنترولر عندنا طيب فناخذ باخذ وينر واحد او وينرين نشوف بالمسكه لا. والاستخدام نفسه ونشوف احسن واحده فيهم عندك هذه معروفه ايديا مسكه مالتها كويسه ما حد يقول انها ما باحسن واحده ما بكيس واحده الحبات عندي مقارنه بهذول كلهم الحبات احسن واحده والدي باد احسن واحده منهم هذولي كلهم لا حد يجي يقول لي يقول اكس بوكس اليت كنترولر ما عندنا اكس بوكس اليت كنترولر وكلهم اغلبهم واغلبهم مشاكل و وغالي <applause> اوكي. Uh, الضغط كويس، هذا كويس، هذول شوية لوس ما إن، ما انكر انا. هذا شوية لوس، هذا السويتشز من يوم يومها ما حبيتهم. الاوبشنز ويا الشير ما حبيتهم انا كلش. هذا شوية بعيد. اما الاستخدام اوفرول، اوفرول الاستخدام كويس. هذا يتقطع بسرعة. يعني كدروبلتي هذه الجلده تاكلون انت ولا لا لا والله استخدام طبيعي كذا يتقطع بسرعه انا عن نفسي كواحد اعتني بهم اول ما شفت والله قاموا قاموا بسبت اللي هي زيت يدك وهذا الدهن مم. وكل شيء يقوم يصير شفته قام يصير لا هي املس وناعم وغيره على طول شريت كابس الكنترولات القديمه مالتي نروح هنا طبعا هذا المسكت شويه بعيده ينفع حق الناس اللي عندهم مثلا يقول لك اصابع طوال اصابع طوال <applause> بس تروح هنا دي افضل بيرفكت ماسكه ما في احسن منها بسبت هذا شوف شو منحوت صاير وزنها اثقل أ... اسمك اي والله المسكه ما في احسن منها مسكة ما بقول لك الاستخدام يعني بس المسكه شوف جربت عارفه مو هذا اللي حقت ايدي اي هي عارفه شوف جرب قرن بهذه ذي أصابعك تلم اكثر ذي الان اللي اتكلمك عن هنا مم. ما في ما في احسن من هذه هذه مريحه جدا 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 في المسكه بس كسويتشز نفس الضغطات الضغطات اكبر هذا اكبر هذا انت اللي تبي الكيبورد دل... لا إذا يعني حجم السويتش نفسه بس الضغط مالهم غريب ما, ما بعجبني في 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 حصص ربل اه اوكي ثقيل مم. ثقيل ما يتحرك والله واجد اما الستكس، الستكس ستكس طبيعيين السويتشز اللي هنا اللي فوق سويتشز ممتازه عندي يعني بس اللي تحت ما 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 يدخل ما, ما،, ما في ترافل ما في ترافل كثير مم. روح هنا كانت هذه احسن يعني كنترولر تمسكها تقارنها بالسويتش احسه بال... اي اي بس هذه كانت احسن كنترولر مم. مع السويتش بسبه البامب اللي هنا ما بنفس الكنترول مثل السويتش السويتش احسن منها <applause> التريجرز التريجرز هذه مسوار اي التريجرز, التريجرز هذا التريجر ممتاز يعني حق ريسنج جيمز مو بحق يعني شوتينجز الاليت كنترول تقدر توزنها وتصغرها تصغر يعني م <applause> مثلا تخليها ربع ولا ثلث <applause> ولا شيء كذا البامبرز اللي فوق اكس بوكس هي بامبرز هذول البامبرز هذه ما ادري ليش الحين يستخدمونهم كذا اضغط بلاستيك ويضرب في بلاستيك ما في شيء السويتشز هذولي احس انهم جروب من البلاي ستيشن لانهم نوعهم في النص تصير ما بين هذول الاثنين الهابتكس هنا ما بنفس احسن من البلاي ستيشن بس الهابتكس مشبوكين مع هذه مثلا يقول لك تفحط في فورزا يهزني. يهز, هنا ويرجع هذا يرجع أوكي. يقوم أوه. يرجع اوكي حلو بس خاصه اذا تلعب شوتنج جيمز ولا شغلات كثيره يصير مزعج بس يرجع كل يرجع كل يرجع, يرجع يقوم يصير مزعج. اوكي. Okay. ستيكس طبيعيين مع ان احسهم شوية صغار. <applause> <الظور. تصفيق> هذا ستيف ولا يضغط عدل ولا شيء ما بعجبني بس يعني عندي انا اوفرول احسن كنترولر في المسكه في المسكه نينتندو <applause> نينتندو احسن كنترولر في الاستخدام نفسه عندك هذا. هذه أحسن واحدة في الهابتكس حتى الآن. والجديدة برضه الهابتكس سمعت عنها أي بتكون أفضل. أحسن واحدة مم. في الهابتكس. نجي هنا، طبعًا أنا حطيت دي يعني أرنبول أسوأ من كذا ما فيش. لا، دي أوكي. بس. أنت تقدر تخليها مكان، تقدر، أوكي. أسوأ من كذا. كأطفال. كأطفال بس يعني كذا أسوأ كأستخدام. من كذا. كاستخدام، ما أتوقع نتندول حق الأشخاص اللي. ادري الحسم مش يظل, يظل يعني مم. أسوأ اسوء من كذا ما فيش مع ان الهابتك من هذه هذه تعتبر الجيروسكوب مر... اللي فيها والاشياء اللي هنا هذا عندك الكاميرا هذه اللي عشان لعبه واحده تستخدمها اذا ما ك... خاب سويتشز وغيره كل شيء معفن الستيكس معروف انهم خربانين ال... الرابل هذا اللي تحت يدخل فيه بس نقط وسخ ويصير عندك ستيك دريفت ما ادري والله تس... عندهم <applause> عندهم لاسوت ترى ما مره ما س... ما في... اكس بوكس ما ما براضي تع... نينتندو مو براضي تعترف ان عندها اصلا مشاكل في الديزاين نفسه استكس أه... تجيبون كلامكم انتم الجيمرز ذي من يعني الاخبار دي شلون انتشرت عندكم في تعصب ذي فيها الحين انتم عالمكم الحاله ما ذي مرة... مالكم فيها ما مرات استخدمها لا فيها ما انا 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 اشغلها لك ترى جلسه اشوفها ما اشوف تتحرك اوكي عندك ما ادري ما احس انها دقيقه آه، اوكي بلاستيكيه معروفه ما مريحة حتى مع هذا المفروض يخليها اريح شيء تشيلها كذا هذا كذا اريح شيء اريح ديزاين فيهم انك تلعب تستخدمها كذا تشبكها بالجهاز نفسه ما في ما في طريقه تجسدهم مريح لانه ما في ما في من الخلف لو انه إيه لدرجه ان شركات كثيره حطت شرت سوت مولدنج للجوي كونز عشان تصير طويله فيها مسكه في جوي كونز كثيره ثرد بارتي وشغلات عشان يعدلونهم وغيره فالمفروض هذا الهابتيك يعتبر لان فكرته نفس الشيء في اللي هي الاكشويترز حق الوي وطقاتها هي هل اللي من دمج يعني ال... لا فيها الهابتكس في يشبه اللي هي دول سنس مالت البلاي ستيشن 5 فهذا اقرب شيء لها مع ان كل اللي يقول لك ان هذه ما يوقف قدام ال... البلاي ستيشن دول سنس اي شيء فكراحه بخلي هذه ومقارنه المسكه مقارنها بهذه نفس الكنترولر في نفسهم ريفيوز كثير يقررون يقولون لك ترى المسكه نفسها حتى من الستكس موجودين تحت ها ها الستكس مالين الدول سانس موجودين تحت كانهم يعني دول شوك عاديه بس يقول لك يظل المسكه مالتها قريبه من الاكس بوكس نفس الكنترولر نفس الديزاين انا اشوفه نفس الحركه يعني ما اتوقع اتوقع البلاي ستيشن هي اللي كاسره الحركه انها مخليتهم ديلي بس الوحيده ولا كل الشركات الأمريكية نفس نفسها هذه ياباني بس نفس الطقة بس سوني <applause> اللي مسوية غير واللي احنا تعودنا في الشرق الأوسط كذاك إذا شفنا دي يقول أوه ليش معكوسة الحركة ليش العكس مع انهم أريح مع انها أريح والله أريح فترى يعني أوفرول كنترولر ممتازة هل هي احسن احسن كنترولر بلاي ستيشن انت تبي خلطه بين هذه وبين هذه فنشوف بلاي ستيشن الجديد اي هذا هذا اللي انا بقول لك إنهم هم هم يقارنون الماسكات مال الدول مع ان الستيك موجود هنا مم. طبيعي يقارنون الماسكات مال الدول يدخلونها بالاكس بوكس كنترولر والهابتكس تعتبر نفس هذه او اقرب قريبه من هذه بس نفس فكرتها بس اقرا أجو اقوى أجو منها بمليون مره فإذا اذا اذا السويتشز بنفس الكواليتي مالت السويتشز الحاليه والمسكه قريبه من هذه خلاص تعتبر احسن كنترولر ولا وهابتكس خطيره جدا ومايك نشوف ف الشيء اللي بقارنها انا م... طبعا هذه بتروح سؤال ما بقارنها بهذه لا الاصل كان تقارن هناك تقارن سوني بسوني البدايه وتشوف التحسن اللي سوته التحسن اللي سوته لازم تقارنه بنفسه وتقارنه بشيء افضل شيء بالنسبه لك لكن المقارنه الصحيحه تقارن الشركه نفسها بالشيء شل التحديث اللي سوته؟ اوكي شل المبروف؟ بنقارن هذه بالدول سنس. نقارن أه. دول سنس بمسكت هذه ونشوف هل صج انها هذه قريبه منها؟ الحين مو بدول شاك اسمها ما ادري. دول قير... سنس غيروا اي دي دول شاك. اي غيروهم الحين. صارت دول سنس بسبب أه. الهابتكس اللي فيها. اوكي. ومنقارنها دول سنس نشوف اذا قريبه من الاكسبوست كنترولر. امم. أه. اوكي. طيب وفي اللي هي التايم بعد ما الباتري لايف اها ذي كريب ل 40 ساعه تقريبا يقولون خطيره جدا ما تصرف كهرباء الاكس آه بوكس على حسب البطاريات اللي تحطها فيها اذا تحط بطاريه الارنب الجديدة برضه شلون؟ نفس الحركه بطاريات برضه حتى mm -hmm. <تصفيق> <تصفيق> تقدر تشتري <بـ> باتري اي <applause> نفس الح... بس حجرات هذه استغفر الله كم اربع ساعات خمس ساعات حلو وقتها بس مقارنه بالثانيين لا مقارنه باللي قبلها بعد مقارنه بالسنه الطبيعي حلو بالنسبه لي المهم الجديده نفسهم في, السنة في ما حطيت ذيك مالت ال بوز ما شو ذيك اللي عندك برا؟ أه لا يم... لا لا ما تنحسب بس... الريفيوات في ريفيو واحد قام يقول انه خذ ساعتين على الدول سنت. ساعتين وهذا كثيرين ناس يقولون لك لا من ما من يقول لك ما صادق قبل يقول لك انه إن في واحد حاول يفضي دي تو دي حاول يفضيها غصب راح في اللي هي في مكان في استرو استرو براي روم خلاه يهز خلاها يهز الهزاز باقوى شيء ووقفها خذ ثلاث ساعات ما بحس انك انسان طبيعي انك ساعتين لازم تقوم من يعني بس انا, نت... أنا عارف اغلب الريفيوز اغلب الريفيوز الحين يقولون لك آه أربع خمس ست ساعات يعني هم شغلين كل شيء بالتأكيد يعني لأن بلاي ستيشن فور أو الدو فور نزلها مواد غير تغير بطارية نزلوا تحديثات بطارية أكبر وغيرها إن شاء الله كذا فبالتأكيد يعني هي تتحسن إذا ما نزل بطارية تقدر تشتريها من الترد من الترد بارتي تغيرها بس هذا اللي عندي أنا يعني. أوكي حلو اللي عندك خلصنا فيها طيب اشي ثاني عندك في لا بس انه كنت بقول الكلام في بدايه الفيديو بس اوكي اللي يوصل له نايم كلمني في سناب شات <applause> المؤتمر ابل الساعة 9 بتوقيت السعودية يوم الثلاثاء القادم ايش رايك في الاسم؟ ما بهم ون مور ثينج اسم المؤتمر كله؟ انت عارف اللازم آه، انت ادري تقعد. ادري بس احس انه شيء كبير يسمون المؤتمر وان مور ثينج هذا اقول لك هي بل... إن... شيء يعني لازم ينزلون شيء خطير جدا عشان يستاهل ان يسمون المؤتمر وان مور ثينج هذا هذا انزال في اسم وان مور ثينج او لقب من وان إيه. مور أه. اذا نزلوا أنت... جهاز ممتاز انت اذا جيت تتكلم كتقنين فقط تنزيلك للمعالج الارم هذا اقوى وان مور ثينج انك انت بتغير منظومه الكمبيوترات ما انا معك معك, آه. معك, معك بس انا كلامي يعني اذا كان الجهاز ممتاز او اللي عن ممتاز يعني ما يستاهل وين مور اذا كان الجهاز ريفولوشنري فهمت اذا كانت الارقام خطيره جدا على الفور مثلا مع الجهاز اللي بينزلونه ما ندري احنا بينزلون ميني بينزلون ماك ميني ولا اللابتوبات ولا اي ماك هم قالوا لك في <applause> ثلاث لابتوبات في التستنج طالع في البيتا بس هل بل... هل بيعلنون عنهم بينزلونهم حاليا قصدي؟ لان في البيتا موجوده البيتا بتطول اكثر من سنه او اكثر من ثلاث يمكن هذول اللي ما خلصوا فاليديشن فسح... يمكن يسحبون عليهم يقول لك عندهم مشاكل وذي خلهم يعني حق السنه اللي بعدها ولا شيء <مم> بس كوان مور لازم يكون في لابتوبات كبدايه لانهم هم كبدايه قالت لك الشركه من شهر ستة ان في لابتوبات في اجهزه ارم راح تنزل عندنا على نهايه السنه. اوكي. اي قالوا بس, بس يعني هذا هو المؤتمر. أه. ب... ب... ما خبرة خبر قال اجهزه هذيك الديفايس مش معناها الديفايس مال ديفايسز ما متاكد بالضبط انا بس كنا قام يقول انه في جهاز بينزل ما, ما تدري عن ايش بيسوون فهذا الشيء انا اشوف انه انتقالها لارم وكم الارقام راح تصير هذا ترى احنا يمكن او الاشخاص العاديين اوكي ما ادري بس انه التحول اللي بيكون لحق بلاي سي... لحق بلاي ستيشن كل بلاي ستيشن صار لحق ابل دافع بس مو بش دافع راح يهتمون في مناك لحق الويندوز إنه يتحولون لكن شيء قوي يعني تخو تحد ان ما ادري يمكن ويندوز يقول بعد 10 سنوات ينقتل ويكون كله أرب شو التحول اللي راح يكون عندنا في اللابتوبات؟ ده تحول قوي ترى في اللابتوبات انا ما راح اتكلم عن البي سي بس اتكلم عن كلابتوبات الحين مع الجات ار التحول يقول راح يكون يعني كل شيء ارقام راح تكون دبل بطاريه راح تكون دبل نويز حراره الشركات راح يكون عندها رومز جديده داخل في الجهاز علشان تغير ال... ال ال تبتكر شغلات يعني الديزاين كامل يتغير الكلابتوب الحين عندنا ترى حتى حسب صورتك انك اجهزه اجهزه الفولد حق اللابتوب راح تبدا الحين تكون لا لا الجوية. لا لو جالس افكر فيها اقول لك يعني الجيمنج مع احس انه ارم جيمنج بيصير اخر شيء ينزل يمكن ما تدري بس الجيمنج اتوقع تعرف بيخلون ربع الجي... ربع الديزاين بطاريه ربع الثاني ماذربورد بورد ما... ما راح و... والربع الثالث يعني حرفيا قطعه هالكبر في النهايه كلها هيتسنك ارم ما راح تحتاج لهالدرجه في الجيمنج ان هيت يكون لا لا حق ديلي اللي هي ديسك توب ريبليسمنت ما ندري الى الان لان أي. معالجات ارم الـ الـ التطور حقها اسرع بكثير من الاكس 86 اسرع بكثير الحين تتكلم ال5 نانومتر اللي عندنا الحين بعد سنه مش السنه الجايه 2021 2022 بنخش في 3 نانومتر السرعه اللي موجوده تخيل بعد اربع سنوات شو اللي يبي لك وثاني شيء هذا بعد بيخلي ابل كل سنه تحدث جيزاتها كلهم. أو كل سنه مو تحدث... كلهم هو كت... كانت اول بس الحين كل سنه يعتبر بخل... كل سنه حرفيا ما يحتاجون يسوون شيء غير انهم يغيرون الاسوسية نفسها. هو ك... كبدايه حين نتكلم عن اتوقع انا والاخبار يقول لك ان اللابتوبات اللي موجوده الحين ما راح تتغير شكلها. بس السنه القادمه يمكن تبدا تغير الشكل. فالان قصدك انهم بينزلونهم بارض بس بنفس الشكل نفس الشكل نفس الشكل نفس الهيت نفس, نفس المراوح نفس كل شيء ما ادري انا اكلمك كشكل خارجي بس حرفيا لو تفكر فيها كداخل لازم يغيرون المذر بورد اما اكلمك كشكل خارجي هاي. داخل وهي المذر بورد كلها بتتغير فالمسافه فال... اللي عندها داخل شو بتحط فيها اول داخل؟ تحط فيها صور تيم كوك شو اللي بتسوي فيه داخل يعني ما ادري شو الحركه اللي بيسوون فيها لكن اذا بيغيرونها كذا لان المذر بورد الحين نص الجهاز بطاريه النص الثاني او 75% من النص اللي فوق ماذر بوردز غير المراوح اللي بس مكان ف ما ادري ايش بيسوون هذا ك... كشكل خارجي والحين بعد حرفيا ما ندري يعني هل ارم أنا ما حد حت... ما حد جرب يسويها هل ارم يستاهل ياخذ مروحتين؟ احنا بنشوف قدام ايه ايه هل ارم يستاهل مر... هل حق... ارم بالعامه يعني مثلا اقول لك بالاوبتمايز مال ابل هل يستاهل ياخذ مروحه يمكن ما ادري يستخدمون الليكويد ميتال ويشبكون الاس سي في الشاصي أحنا لازم نشر... نشوف التست حقهم راح ايش يسوون فالان لو بنتكلم عن المعالجات الحين ابل يعني استغفر الله مع المعالجات مالينهم عفست السالفه من س... من السنه هذه عرفنا انه بينزل معالجات اصلا لحق اللابتوبات يعني اوكي كان كلمه اكس لحق السي بي والحق معالجاته يكون حق الايباد البرو بالاحرى البرو. والرقم العادي الاي مثلا 14 هذا الح... او خلينا نرجع الاي 13 عشان نعرف الحسب من هناك الحسب لا. الثابت <applause> الاي 12 نرجع اثبت اي عشان الاكس الاي 12 هذا حق الايفونات 10 10 اس 10 اس ماكس 10 ار و 12 اكس لحق الايباد برو الاكس الاكس مش معناته بس في فرق قوي الاكس اللي كان A12 اكس تو جابه بعد سنتين الاي 14 يعني معالج الايفون ال A12 وال A12 اكس حق الايباد ما يتغرنون في الأداء إلا معالج الايفون بعد سنتين تو في الآي A14 بعد الـ بعد الايفون 10 اس و10 ماكس نزل الايفون 11 وكل شيء الآن في الايفون الجاي الجديد الحين يعني الايفون 12 يتقارن مع اللي قبل سنتين معالجات الايباد و... ما يتقارن كلش برضو لكن نوعيا انا يعني جلست افكر فيه انت لما قلت انه في الزي اول مره يفتحون كورز وحرفيا يصير في فرق كبير جدا عن ما في الزي ما بهم فتحوا كورز زياده الفرق بين مشنه. من شنو؟ من الاكس الاكس والعادي عشان يغير الاكس والعادي؟ ايه؟ لا العادي اوريدي م... يعني السي بي يو في الايفون 6 اها الجي بي يو 4 اوكي ومن زمان حتى الاي 12 اكس السي بي يو هناك في الايفون في الاي <applause> في الايباد بالاكس معالجهم ثمانية اوكي الجي بي يو كان سبعة في <applause> الاكس يعني اوكي مور كورز لهم اثنين داب اي من اوريدي okay. دابالهم من هناك هذا هذا الاختلاف في في المنظومه نفسها يعني في نفس معالجات الايفون يعني... نفس السنه يعني الفكره جهاز معالج متعطش اكثر لا لا جاي جاي انا جاي اتوقع شاصي اكبر هي يعني كتبريد اكبر شوي إيه بش... كورز زياده مع تي بي دي يكول مور هيت وشاصي إيه وجهاز مور هيت ان الجهاز المعالج نفسه ياخذ يسحب بطاريه اي البطاريه البطاريه كبيره إيه اوكي ف يعني ابل تعلمك ان عندها قوه في ال... معالجات لكن اللي حكرها لا ما حد ينكر أي. هي ما على كذا اللي حكرها الحين مقارنه بالليفون ليفون اه اللي حكرها بس أن نبي الجهاز ما يستهلك بطاريه اكثر فهنا اي كلها جهاز ثاني أي. يعني أي. جهاز محمول على الاقل جدا ثلاث اربع ساعات تحتاج تستخدم يعني اكثر اذا انزل من ثلاث اربع ساعات ما بجهاز محمول ده ده عندك سوبر كاباسيتر بس لين ما تدور شاحن شبكه فهذا الشيء فحين اذا كنا في شوف 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 على صفة الأضرار يعني القوه مالت المعالجات مالت ابل خاصه مالين ارم م. كل الناس يدرون ان مهندسين ابل <applause> وزرت سحرة القوه هذه مخي كانت كمبيوتر يعني كايبود ليش <applause> قوي؟ منين القوه؟ شو وشت... تسوي فيها؟ <applause> اعطيك وثاني شيء اللي صادمني انت اللي تقول قاعد تسوي اللي هي اديت حق ال 4 كي اللي تقول قط... يعني ايه اللي تقول قطيتها في الماك مالي اللي انت عندك اي 9 صح اه في؟ اي 9 ب 4800 دولار شاري ايه في اي 9 اي 9 اي وفي ار اكس 500 5600 الام ما ادري شو اسمه الاتش بي ام اي الاتش بي ام ميموري اي 5600 اتش بي ام ميموري عندك و16 رام واثنين مراوح 16 وهيت. رام شنو؟ مو 16 رام انت 64 أربعة وستين <applause> ايه, 64 رام 16 وملحمه بعد صدق اه. نوعا نوع, نوع, نوع ما بطيئه بس كويسه اه وفوق ذا كله الهي يعني فيه هيت سينك صدق انه هيت سينك مب بس بس, مبار... مقارنه ب... آه. بس راسي حاجة. حديد ثاني حاجه ذاك ولا في حتى تنز. ثربل كامباوند يعني ذاك هيت سنكس وحاط المراوح اللي تحت اللي ت... ف اوكي شفت ال... شفت الاختلاف احب اجي لك انا بصدمك وجيلك لك لحق الشركات الثانيه مثل الحين أه ما... ده... ما, قلنا صدق ايش صار صدق انه عند الجهاز القوي هذا قط فيه 4K 4K في البلاي باك يقطع صح؟ <applause> لا ما يقطع فيه 4K في اللابتوبات حقي الحين ده أه. ما يقطع حتى ذاك ما يقطع في الايباد المشكله اللي فك مخي انا انت اللي قطيته وشفت الفرق ما بين هذا وذاك؟ ديري الحين الفيديوهات اللي كلمتك عنهم أه. ال... ال... اللي هو شو اسمه؟ ادوبي الادوبي الفايف لا لادوبي ال5K حق التمبيت التمبي والتمبيت كلرز هذه هذا اللي فيه اختلاف الى الان لكن يعني قطع التمبيت كلر لانه ما ما اوبتمايز بنفس بس هذا يعني اوبتمايز هذا اوردي معالجات هذا وكل شيء بس هذا ما يدعم التمبت كالر الجهاز جاهز سا. جاهز الجهاز ما انا سا... يعني قصدك يعني من الايباد او اس اللي هو اي او اس ولا على اخر تحديث هذه المشكله انك انت ما يتفهم تفهم شلون زين أبل... ابل ليش منزل حدثت هذا قبل ما تنزل الايباد هذه الان حتى في الويندوز وذيلي وش... شف... شفت الم... الماكس وذيلي في اليوتيوب جاب لك جهاز يقطع هو كيف نفس كف... كجهاز سمود شلون في الايباد افضل يعني انا الحين الحين الخطه انا مخي الحين يقول لي ذي مو مو ب دي بعد ذي سحاره الموضوع ما انا انا ابي افهم انا 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 عندي فكرتين فكرتين يعني خلينا نقطع الشك باليقين فكرتين الجهه الاولى انه مبني اوبتيماز شيء ما ندري عنه من مده طويله في الايباد او اس اللي هو مبني على الاي اس ولا الاي او اس في تمبت كلام صح؟ اوكي ما. والجهه الثانيه ان ابل جسد تستلعن عشان تبي خلق اللي يشترون اور موكس <applause> لا هي شوف <applause> هذه نفس حركه سمعت سلفه كلب ديوتي؟ كول اوف وصلت ل 250 جيجا اوكي okay. وناس يقولون انها لان من زمان دائما ارقامها كثيره ناس كثيرين يقولون ان دي كونسبيرسي مالت اكتيفيجن تبي تخلي حجم لعبتها كبير عشان انت تمسح العاب ثانيه واذا رحت تبي تشغل لعبه تلعب اه كيف شي احمل واثبت اللعبه ذيك خل العبها فهمت الحركه؟ اللي يبون ياخذون ف... جهازك في مساحة فانا ماني ماني فاهم هذا ليش اقول لك ون مور في المنظومه ابل الجديده ذي صدق ون مور thing صدق انه أنا أنا أنا, مع... أنا, انا 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 معك انا ش... معك انا, معك كيف اتخيلها انا؟ تخيل انسان ي... ي... كيف تنزع جلدك من جسمك ك... تفكر فيه كذا كل مشاكل لا لا تفكر اللي في الاشياء اللي بتقولها في راسك انت لا ليش؟ <applause> اسمعني لان ابل رقبتها الحين في انتل كانت اوكي ما طيب. حد ينكر إيه فمحدوديه ابل في اللابتوب مع انه كمحدودية... مع انه ما كان في شيء يمنعهم يسحبون على انتل الا فكره الا انهم كانوا جاهزين على الار خلاص لو بقى. انهم وهم طيب. ترى ايه يعني ابل ابل ترى يعني ما بدلوخ ما حد ينكر ابل ما بدلوخ وعندهم انسايد انسايدرز في كل مكان فكانوا كانوا يشوفون طيحه انتل من من يعني من سنين بس ف... فكان المفروض يقفزون شب ما ادري ليش ما قفزوا شب من مده طويله شيف. الحين القفزه اللي سواها صح تاخروا فيها لكن يقفزون لـ ام دي ولا ارم من زمان ما سواها صعبه ينقزون لحق اي ام دي اذا كانوا في منظوماتهم بيروح حق ارم وهل ان توهم يقدرون يقولون لك ان الارم الاي 14 اكس هذا اللي توه ناضج في السرعه في القوه لحق يشتغل على ماك اوس زين وش في زيداد وش في زي نزلوا على الماك ميني حق المطورين ما ادري بس يمكن الحين اه نبي نبي نفت العضلات نبي من الجهه الثانيه ليش مسمين زي هذا الحين ك... هو... كمعنى الحرف ما له معنى لو بتجي له قبل ما الايش معناته ابل ما راح تقول لك ابل الاس ايش معناته عند ابل ايفون اس اي انا حسبت الاي معناها اكورد لان انت مخوي شو اسمه تم كوك يعرف سيارتك المهم تعرف حركه الشباب اللي, اللي يرسل حق خوي <applause> عنده سوناتا راعي <applause> السوناتا وينك فالحين بكلمك عن كمعالجات خل البدايه الحين الجه... المعالجين اللي في السوق اللي موجودين اها على ال الـ 5 نانوميترز اوكي ابل كيرن اللي اللي مقصر الكورز اللي داخل المبنى ما ماخذ ماخذ حق معالجات القديمه ال 780 اي 780 طقتها فهنا الريفيو 780 يعني مالي نسل راحت يعني الريفيو عندنا الحين يعني السي بي والحق ابل 94 كارقام والكيرن معطينا 89 الجيمنج برفورمانس ابل معطينا 95 وكيرن معطينا 80 الباتري لايف ابل معطينا 94 وكيرن معطينا 91 بس اللي اشوفه انا الحين ديلي كلهم بالارقام في اللي هي يقول لك الماجور بس انا اصدق ديلي يعني في ديالي في, اللي في نسبه المشاكل تعرف أنه انت لو تسوي الران تشوفه يرقى ينزل وغيره. معروفه كل حتى في اللي جيت سواء حق الريفيو حق او اتكلم عن البيتا إيه. ستيرات اقول لهم ان الارقام دي انا اسوي مره ثانيه شوف الارقام تختلف هنا هنا الحراره ما الحراره واستخدامك انت يختلف مو بلازم حتى, دي حتى دي. يعني إيه. حتى لو تخليه يبرد تجربه إيه. مره ثانيه بس ينزل انا يعني. اقدر اصدق لي واقدر اقول لك ان ابل يمكن يرقص الرقم حقه ويمكن ينزل وان وهواوي يمكن يرقى ويمكن ينزل لان هواوي اذا قالت هالشيء انا اصدق العكس. نرجع, ما لحق ما ما اي اي ما نرجع حق قبل ثلاث سنوات نرجع لحق قبل ثلاث سنوات يوم قالت انه يوم سوت المعالج قالت اقوى من المعالج الاي 12 الـ A وحنا ما ادري الاي 11 ديك الفتره واحنا اقوى معك جوان وطلع معك وطلع معاك، معك, <تصفيق> معك, <تصفيق> معك <تصفيق> لا لا معك معك انا ف... انا انا شف شف ما في الا شركتين اثق فيهم كثير فهمت شلون؟ وفوق ذا كل... كلامهم يعني يعني وككلام يعني وفوق ذا ذك... كذا يظلون شركات ما اثق بهم ثقه عاميه ما اثق بحد ثقه عميقه شوف تف... في شركات تصدق الكلمه حقتهم وما تقدر تصدق الاشياء اللي ما تكلموا عنها لا. لما لن... لانك لو تمشي على تاريخهم اذا تاريخهم أبيض أه. 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 ما تقدر تقول شيء أه. يعني اذا هم في 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 ورق مثل ابل ابل أه. ما طلعت وقامت تقول احنا كنا نبطأ الاجهزه القديمه أه. بس يوم, أه. يوم بس يوم انقفطوا قاموا يقولون اوكي هو ما بعلن انك جهازك قديم وع وعندهم الدلائل وكل شيء انك كنا نبطل اجهزه اللي بطاريتها تعبانه جهازك جديد وبطاريته تعبانه نبطل ما فرق ما فرقت معانا اذا كان جهازك جديد وخربت بطاريتك نزلتها يبطا بس اي ما راح بس كيف بتبطل؟ اوكي بس اذا كنت تستخدمه بطريقه خياليه وتخ وتخربه بسرعه عادي يبطا يقول ما فرقت معاهم لدرجه ان فاتحين لك المجال برضو مثلا انا جهاز حقي الايفون قالوا لي اذا وصلت بطاريتك تحت ال 70% خلال سنه مجانا تغيير بطاريه تحدي ده يعني ايه مو بتحدي جيب جوالك مش جيب جوالك. مش خلصت السنه بس مش تحدي لكن انت اذا قدرت تسويها انا اشتغل عليه بقوه الجهاز حقي كالقوه اللي انا استخدمها خصوصا السوفت اللي انزلها انا مش اوبتمايز ما ادري شنو خصوصا الاشياء في التصوير اجي اصور كي 60 فريم احط الوقت الكثير ف... وتصوره وترفعها في الاير دروب وجهازي كله و... خر... جهازي كله على طول اصلا مش بس مش الاير دروب الاي كلاود ومشغل الانترنت على الجوال يعني اي شيء اصوره مثلا صور وسناب اللي اللي... اللي اصور سناب شات سنابك 24 ساعه مصور اصور وهو يرفع في سناب لاحظته في الجوال يرفع في في الفوتوز في, ال... في, الاي, في الاي, الاي كلاود في الاي كلاود يرفع في الفوتوز من جوجل برضه أنا فتح عندك فكل الاشياء وال... 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 والباك ابس اللي مشغله على الشريحه برضه احيانا اسوي باك اب على الشريحه و... حارق الجهاز في انا جهازي وصل الان خلال سنه وشهرين ايفون 11 برو ماكس من سبتمبر نزل 88 عمر البطاريه اللي أنا, شق... انا ما بنزلت اللي هي ال 11 11 في اسبوعين ما ادري اسبوع نزلت سبق. 5% أه. لا واحد 1% واحد, واحد نزلته ايوه في اسبوع ما نزلته مش ال 11 10 اس ال 10 اس او الاس اي 10 اس لا لا, لا ال 11, 11, 11 العادي لا الاس اي ال 11 الاس اي اللي نزلت السنه دي لا هذا ال ال سي دي السنه راحت ما نزلتها ترى بطاريته اللي طيحته انا صدق من عفط ما نزل بطاريته الاس اي اللي نزلت بطاريته اللي جالس عندك اسبوع تقريبا تستخدمه الاس اي الاس اي ما استخدمته واجد استخدمته يمكن اسبوع تقريبا لا ذاك ال او التنس اس. اس. التنس اس. التنس اس. التنس التنس التن اعطيتني آه التن اياه بعدهم بعد وقت طويل هو كان تعبان كان نازل تقريبا 2% انا الحين منزلت خلنا نسولف بعدين بس البطاريه لا يوم اخذتها منك الحين 99 فيها التنس لأنه انا غيرت بطارية وتركت سنة ما استخدمتها اعطيك 100% بس بعد سنة عمره المهم فش كنا نتكلم عنه هنا نتكلم عن بطاريات ماذا تخرج راح بطاريات وتتكلم عن الباتري لايف تغيره بعد سنة لتغير البطارية <applause> اي بس ما 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 اذكر الاشياء ما طلعنا منها ما ادري نتكلم عن <applause> <applause> آه دخلت موضوع ثاني انت معاي و... فهذا الكيرنس فالاشياء في كشركة الكلام حقها <متحدث> فالان لو بنتكلم عن لا خلينا نتكلم خلينا نتكلم عن تراس يعني ابل <متحدث> أه تثق بها ان ابل ما, ما حتى لو سوى شيء غلط ما طلعت وتقول احنا ما سويناه إيه. ولا ولا تقول لك كلمه وتكون العكس يعني ما إيه. إيه. ما تطلع معالجني يقول ما عمرها سوتها ابل بس معالجني افضل من الكيرنت وبعدين يطلع الكيرنت افضل من ابل او ما تقدر ما تطلع وتقول هذه الصوره من ايفون وتطلع إيه من إيه بيطلع 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 بيطلع. بيطلع. إيه دي صلاه يعني هذا مم. ابل ابل أثقبها بالكلام اللي تقول سوته اللي تقول ما تسوته وطلعت تيشيرت انها سوته من تحت لتحت الله اعلم ليه ما يطلع لهم قضيه وشيء ويتكلمون الجهه الثانيه مزوله فايرفوكس شو انا أثقبها أه. بها آه. هذه آه. آه. الشركتين آه. اللي اثق يعني مزوله اثق ما مره انقفطت بشيء ما, ما, ما مره لها. كان لي سمعت لها شيء ما ادري المهم زين خلصنا ما ادري نرجع حق المعالجات الاي 14 اكس الان تقول لك ابل ممكن ينزل حق اللابتوبات فالايباد القادم ما ادري كيف راح يتم بالزي يمكن يحولون والله زي يكون يمكن خلاص ايبادات ف... زي وال... انا اشوف انه في ايباد لازم في لابتوب من ابل ارخص واحد يكون معالج معالج اللاب... الايباد اه أو اوكي ال... ال... الماك الماك العادي الماك بوك مثلا وبعدين الاكس يكون الماك بوك اير وبرو مثلا برو 16 انش يمكن الاير يصير نفس اللي موجود في البرو بس كورز اقل كلوك سبيد اقل ما راح تلعب لا في فاميليز ثانيه ما ادري اسم ثاني راح يكون لان يقول لك في سيت اب راح يكون جديد لحق ابل كذا لحق فاميليز يعني قصدك انه يصير معالجات جديده لهم لان الحين باقي فاميليز ولا سب فاميليز لا الحين لا فاميليز بجيلك لك الحين شيء ثاني بجي يعني ما مبنيين على بعض من الصفر بجيلك لك احنا شيء ثاني يعني ما ادري انك صعبه انك بت... بجي لك الحين الماك بوك برو 16 انش لازم يحطون فيه جي بي يو ابل بتبدا بتسوي جي بي يو الجي بي يو أه... اوكي جي بي يو يعني تشيب <applause> هل انهم بيسوونها تشبين مثلا اي هل انهم بيسوونها نو... لازم ان بي يو خل بيسوون اس سي لا ان بي يو لازم ما ادري انك لان اذا صار ان بي يو راح تكون عندها حلو انك تنزل جهاز وتنزل جهاز نفس المعالج حق جهاز ثاني وهذا الجهاز في اوكي يعني واحد بدون جي ايه ايه بي يو واحد بجي بي يو اوكي اوكي ايه 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 13 وهل بعد الجي المعا... بي يو مالهم بيصير اكس 6 ولا ارم بيس؟ لا ارم بيس ليش تبدا ايه تصنع شيء الحين علي وترجع انه تدق لنا الريوس؟ ايه مثلا نقول لك الكورز مثلا حولت استخدمت تقريبا كورز في الار تي اكس في الامبير انفيديا من سامسونج هل بيستخدمون كورز مثلا مبنيه حاليا احنا ما ندري عن اي شركه تسوي كورز على جي بي يو عندك مالي من ارم نفسها بس المهم الحين وصلنا حق شيء اوكي هذا خلصنا الحين الاسماء الاكس قلنا هنا في اي14 تي مدى تي ذا بعد؟ T آه. تي هذا اللي راح تكون يقول لك ابر بتسويه يمكن ومع الجي بي يو في ال 2021 لحق الاي ماك سمعت عنها راح تكون ان في اخبار انه يكون البي سي حقهم ديسك توب اي 14 تي مثلا يعني في 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 سيت اب ثاني لها تكون ايش معناته التي لا تقول لي؟ التي يمكن الشيب مال الاي ماك الجديد اللي بيصير يمكن بيشيلون هذه الحديده وبيخلون نفس ما تقول زي الاكس دي ار يعني عندك بس اللي هي هذا الستاند واحد عصا طويله طيب. طيب بعد اللي هي التي نفسه طيب. اللي الشاشه الحين شويه عريض هذا اللي تحت الستاند نفس الحركه حتى لو ما صار كذا يعني مام مام بس لا أتكلم، يعني هذا اقرب شيء حرفه يعني بس توز <applause> مع الجي بي يو بس يقول لك الجي بي يو راح تكون 2021 في الربع الاول فالحين الماك بوك برو 16 انش اللي بنزلونه ايش بيحطون فيه الجي بي يو اذا بنزلونه هذا المشكله الحين نجي لحق الكورس في اخبار انه الحين طلعت لحق الاي 14 اكس uh -huh. ان 1.8 جيجا هرتز uh -huh. تيربو الى 1.2 جيجا هرتز 1.10 جيجا هرتز 1.3.7 تري... قلت 3.10 جيجا هرتز انا اقول يعني شو السالفه ال 8 كورس 8 جيجا رام جيجا رام جيجا بايت رام هذا الماك بوك برو ابل هل راح ما ادري الى الان لكن ابل هل راح ترجع بالارقام؟ هذه المشكله الحين ان ابل راح تقارن ترجع تقارن الرام بس شوف علي دخول مشكلة دخول شوف 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 دخول ابل شيف 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 أه شيف أه دخول لأبل دخله الحين احنا ما عندنا الرفرنس لارم فاحنا جالسين نقارنهم قارن في شنو نقارنهم في الاكس 36 الاكس عندنا كورز زياده مورتي ثريدنج فهمت شلون؟ لبتوبي لبتوبي. Uh, operations مثل, uh, Excelis, uh, ما ادري في الملتي اوبريشنز مثل ملتي تاسكينج ولا اديتنج ودي تحتاج ثريدز زياده اكسس ارم فيها ثريدز كم ثريدز عندها شوف انت المشكله ان ابل لو بتروح للمجال الان هل راح تكنسل الارقام ترجع نفس الايفون ما تقول لك كم بطاريه حجمها ما تقول لك كم الرام حجمه عشان ما تقارن باجهزه ثانيه علشان تقول اوه هناك ارقام اكبر ابل الان اتوقع ابل ابل الان في موقعها يعني مثلا تبيع لك بس 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 والله 8 رام تتوقع صدق تقدر شو لا لا ادري ادري بس بس نبي نتكلم عن 6 رام مثلا هذا اللي عندك الحين مصوره بس بس المعالج البرو الاي 12 زي في الايباد 6 رام صح صح اها اي يا معطى حق ديفلوبر الحين اللي يستخدمونه حطت فيه 16 رام لا تسالني كيف في الاي ماك ميني الاي ماك ميني انا اتوقع اتوقع ان الماك. حرفيا ما باسس يمكن حاطين حاطين لهم سي بي يو مع تشيبس إن... بس انه يرفعوا له 16 بس هذا أد ادري بس ان ابل هل مثلا لو بقارنها بلابتوب ماك بوك برو 16 انش الحين وصل 64 رام بدقوا ريوس وفي خيارات كثير راح تكون لك شف شف. اذا تشتري شوف اذا بدقون الريوس بتصير اوكي بتصير مسخره ما يعني بتصير مسخره بصير بس... بسير... بصير اعلانات الشركات كثيره اتش بي ناو وسالين يو شو اسمه هاف اوف ذا برايس اوف ذا شو اسمه ده الماك برو والدبل ذا رام ولا شيء كذا يعني لا ما احس مسخرون يتمسخرون على الم... ب... بيتمسخرون عليه شركات كثيره آه وناس كثيرين بيتمسخرون عليها المشكله ان اغلب الناس مثلا يقول لك انا اعرفهم بيتمسخرون عليها مم. انت بتشتري ماك انت ما مثلاً... تفكر <applause> بالماك صحيح. ما تحتاج اصلا انت لو تقولي بتشتري ماك بقول لك اشترى لك الماك بوك لان هذا هذا الصج اللي تحتاجه انت ما تسوي اد ما تسوي تبي جيمز عندك كمبيوتر اغلب شباب عندي عندهم بنوا كمبيوترات ما لهم دخل في الموضوع بس اذا نزل اي كلام مال ابل اه على الحين عندهم آه الار اكس 5600 وانا عندي ار تي اكس بتروح هناك بتلعب وش انت يعني بتشغل أه، شو اسمه سايبر بانك هناك 2077 قبل ما تنزل ولا قلت لك انا على آه. مسكتهم الحين ابل آه. بتغير الحسبه بتغير الحسبه مم. لان اصلا لو جيت تفكر فيها 64 جيجا لارم اوفر كيل واجد ب... اي مست... اوفر أي... م... 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 كيل اوفر كيل ب... 8 جيجا ل... ل... لارم احنا نقول طبيعي بس احنا نتكلم عن البرو 8 جيجا للارم الحالي مال ابل ايش تقول انت؟ اي ارم حالي؟ حا الارم الحالي يعني على الايباد الاي والايفون الاي وايد اوفر كل 8 في, في الايباد يعني يعني, يعني صدق يعني تقول انه أو لو حطينا في الايباد ذا صدق برو انا 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 الحين بسوي بسوي اديت 8 كي في 8K فيه. انا سويت ات... لا تخ... تهقى انت لو تجيب الان 8 كي انا ما عندي الحين لو انه مثل سامسونج ما ادري شنو الجوال حقه لو صورنا 8 كي مثلا خمس دقائق حطينا في الايباد بيقطع؟ انا اقول لك 100% لا تدري ليش؟ أه. لانك انا اجيب لك 4K الان و60 فريم أه. اجيب لك دولبي فيجن ذا التصوير الحين أه. على ايباد بنتي اوكي ال 12 مال الايفون 10 اس ما يقطع أه. معالج قبل سن... قبل ثلاث سنوات هني يعتبر سنتين و... الحين أه. تعال انا الوحيد في البيت هنا ما عنده ايباد اي يمكن <applause> ف... فذي الحركه عرفت شلون؟ اوكي okay. فهناك 4K 60 فريم ما ادري شنو ما يقطع 100% الاي 12 ذيله ما شو اللي بيتحمل عادي حط ما راح يحتاج شيء فانا بشوف قدام الحس هذا مثل ما قلت لك أه في البروز عندنا الحين 6 رام صح؟ 8 هذا اوفر كيل يعني صدج بروفيشنال 8 تحس انك صدج يعني بتسوي شيء خطير فيه ايش بتسوي؟ بس ايش بتسوي, بتسوي؟ دقيقه 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 دقيقه, دقيقة. <applause> انا معك <عنو. تصفيق> <applause> الحين انا لابتوبي 4 رام عرفت شلون؟ مهم. افتح لابتوبك صف... سب... الايباد افتح صفحتين ويشتغلون زي الحلاوه افتح ست صفحات أفتح مع مع وافتح الباب دي العامه ست سبع صورته في... مش ايبادي ايباد بنتي اللي ما يقطع ما في شيء استفتحهم كلهم استخدم منهم ما في شيء انت شو اللي تبي تسوي زياده؟ شو اللي تبي تص... تبي تحس ان الايباد الحين اوه يحتاج رام اكثر شنو؟ انت عطني دي الموضوع علشان اقول لك اوكي ليبادي يبي له اي هذا انا اقول لك الحين انا اقول لك ان البروز سته كفيكم مو فيكم صح؟ م. بس اذا نقول الحين خلاص بينزلون الصج صج برو يعني اوفر كيل يعني لا كل المستقبل ولا ادت 8 كي 120 فريم فهمت يعني شلون؟ ثمانية صح؟ ما ادري ثمانية يعني خلاص اذا بي اذا بيرفعون مثلا اللي بتسوي عن اللابتوبات يعني لا تتكلم عن الايباد انا يعني مثلا اذا بيرفعون اللي تسوي فيه بيخلونه اقوى في كل شيء مثلا انت اللي تسويه حاليا بدون ما يقطع دبله في اثنين دبله في اثنين شوي زياده بس يعني زده انا اشوف إذا, إذا, اذا رفعوا انا اشوف انه بيرفعون الثمانية وذي اللي بيوصلونه متى؟ اذا رفعوا الهاردويرز يعني مثلا خلينا نسولف خلنا نخلص هذا فاذا كنت بتسوي تسوي زياده، بتسوي اقوى، يعني مثلا يقول لك بتدبل القوه اللي عندك مثلا للروم للمالتي آه... لل... ثرادين اوبريشنز، <applause> ما... ما ادري، علي. فهمت؟ بتزيد الرام صح؟ لا بتزيده. ليش؟ ليش؟ ايباد بنتي ثلاثة رام، ايباد بنتي ثلاثة رام، عرفت شلون؟ ايبادي أربعة رام. ايباد ماك بوك برو، الايباد برو. ايباد برو. وزي وزي 6 رام ما في فرق افتح هنا برنامجين ست برامج افتح هناك برنامج ست برامج افتح هناك برنامجين ست برامج شلتها اللي تبي هو شوف الفرق متى اذا فتحت ثمان برامج مع ان الانسان الطبيعي ما راح يسويها ذا اللي متقصد ست برامج ست العاب مثلا وبرجع حق اللعبه الاولى بشوفها بتفتح من جديد هذا اللي هذا اللي فيه فرق بس لكن كاستخدام اقول لك الى الان اللي هناك معلق الأربعة معلق الستة معلقة أبي ثمانية الثمانية ما متى <applause> أحتاج الثمانية،, الثمانية شوف الثمانية إذا إذا نقول كذا الثمانية يمكن على حجم الأجهزة أو حجم التطبيقات اللي قامت تزيد حاليا مع الفايف خل، خلي, خلي 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 يعلق الثلاثة والأربعة أي دقيقة آه. مع الحجم الهذا ديلي يعني نقدر نقول إنه على الأقل بيزيدك سنتين مثلا في استخدام أوفر أول يعني بروفيشنال ف... ف... جو لكن إني أحتاجها الآن لا مو انا اتكلم لك يعني لك للمستقبل انا اقول لك بس لو اقدر حق شخص مثلا م لو في اشخاص اني عندهم العقده من الرامات فهمت شلون؟ واعطيه الايباد بس ما اقول له كم رام هذا اللي اذا انضرب كانوا يستخدمون اندرويد وويندوز نفس الحركه كروم اوكي ما فاعطيهم الايباد واقول له لا تنزل برنامج تشوف السبيكس حق الجهاز فهمت شلون؟ واستخدم الجهاز وقول لي كم الرام عندك بعضهم يمكن العقده اللي عندهم من الشيء مستحيل راح يقول لك جهاز الرام فيه أربعة ولا ستة شفت فيديوهات حق الايفون 6 6 رام قلب النوت 12 رام الحين أه. شفت فيديوهات في أه. ليش؟ اذا كذا كيف تقول لي جهازي 6 رام مش كويس؟ مع انه انا شفت فيديو تقريبا انه صار الموضوع بالعكس شنو؟ فيديوهات انا اللي شفتها الحين اخر واحد في سناب شات انا اللي شايفه لا لا الموضوع من زمان هم دائما بالعوايد خاصة في الآونة الأخيرة أنا كان تقريبا ايفون 10 إذا ما خاب ظني المولتي تاسكينج يوم نزل كان خربان فيه. هو ال 10 اللي تون دخلنا أربع رام لأن أبل يوم دخلت هناك أول مرة في ال 10 رفعت الرزولون حق الشاشة إي ايه ايه هذا هذا كان اللي كان يقفل ال 10 كانت هذه عليه السالفه بعد سالفه ال 10 أو ال كأن كاستخدام الانفجار ايه ايه أنت أنت ما بلقلك لك الفيديوهات ايه الفيديوهات المقارنة ايه بعد سلفة هذه واللي صار عليهم يقول لك اه وانه ما يسوي ما بملتي متاسكينج وذي اللي نزلوا تحديث ضبطوا الامور كلها من بعدهم بعد ذيك السنه كل جهاز ينزل ملتي تاسكينج ماله دائما يعني بالكود احسن من هاي هاي اند عندنا مثلا م. اندرويد بس اغلب الاوقات يعني ما نقدر نقول 80% ان الايفون احسن ب في اللي هي ثلاث اربع فيديوهات تلقاهم الاندرويد احسن يعني ف على حسب الوقت اللي تستخدمه، على حسب الأجهزة، على حسب, على حسب, حسب النسخة اللي عندك أيوة على حسب, حسب النظام وعلى حسب الأوبتمايز حق البرامج نفسهم، يعني لأ... ايه. مثلا الحين الأيباد أنا ليش إلى الآن ما سويت أيباد مقارنة بينه وبين الأيباد إير وبالأيباد برو. لازم أعطي وقت البرامج لازم لازم أوبتمايز عشان أقدر أسوي لك مقارنة فيه كجهاز كاستخدام كبداية. لكن كذا أنك أنا ما أقدر أتكلم أقول جهاز الأيفون 4 وجهاز الاندرويد 6 او 8 فاشتري الاندرويد نفس نفس الحركه هذا عندي واحد من الشباب انا كلمني قام <applause> يقول لي ابي اشتري الاير بس ابي اشتري الاير جديد والاير يقول لي, لي الاير ترى لانه ربع رام يقول انا كذا يعني اشتري البرو احسن ولا اقول له ايش بتسوي فيه؟ ايش لا لان الرجال مو بغلطان مع هو عنده ايفون أه. <applause> ويعرف الجوالات بس ما له دخل في الجوالات يعني يدق <applause> هذا اخر اخر ايفون اخر التحديثات لا يطفي علي وبقط انا صامت جنبي طول اليوم ما, ما يرد على طيب. أحد طيب. دا انا دائما استخدم البي سي ماله قال يكل يكل يكلمني يكلم وذي انه يعني ما كان عندكم ما كان اير موجود وفاضه او برو بعد ما كان موجود هناك في السوق أو مش متوفر. كان يبي كان يبي كان, كان, يبي يشتري قلت اقول له انت ايش بتسوي؟ قام يقول لي والله عنده برزنتيشن تقريبا في الجامعه وما ادري وش يعني يبي, يبي الجهاز بشبكه في ال اه شو وغيره وذا وكل شيء وقام يقول يعني بيكتب فيه في تقول قلت له اشترى ما بيسوي فيه شيء يعني ما بيقول لك شغله ما بتسوي أدت عليه ولا بتلعب سايد لا قبل قبل في الايباد ال... اير قالت لك تسوي 4 كي سوي عليه 4 كي سوي عليه مونتاج 4 كي اي فهو ما بيسوي شغلات كثير يعني ما بيقدر إيه. فحرفيا بتمشي طول حياته في الجامعه هل... ما بيقول لك لا شيء شرى شرى بن وخلاص قل له الحين الفورك... الرام شفتها؟ كن... كن... هذا كنت سألت. مايس لا لا ما تشوفه مايس يستخدم من غير انه يروح الجامعه كتب فيه وقطه يمكن يكرهها كان يعني يعتبره بب... ككتب مدرسه الايباد يعني حتى الايباد العادي يمكن او يعتبره كايباد مدرسه يمكن ف... يكرهها كارقام المجال. هنا ما ادري شلون بس ابل الحين تخش في مجال في الارقام راح نخش باشياء ثانيه برضو بتقارن بالويندوز يعني هل بنوصل ف... بوصل لمرحله انا مثلا علي اوصل لمرحله إن ما تقدر تقارنهم اي اوصل لمرحلة اني عندي لابتوب ماك بوك مال المدرسة اسوي اجي لحق واحد من الشباب عنده اي ماك برو اها مثلا اكسري 6 اي مه. اقول له آه عند عنده فيديو ما بعرف يعاد له هناك يقطع ياخذ الماك بوك حقي يشتغل يسوي الفيديو سلاسل فيديو صغير مثلا إن جهازك ما بيشتغل بس ان المنظومه او كمعالج الجاب ذا اللي بتسوي أب... الـ الـ الانقلاب حق ارقام اللي بتصير ابل لازم تفرمت الويندوز وتشيل لابتوبات الويندوز كلهم على جنب لان بنوصل لمرحله اللي مش من الماك بوك الماك بوك 16 انش الماك بوك برو 16 انش حرام تقارن بالاي ماك برو بتوصل لمرحله الاي ماك برو لحق معالجات الويندوز اللي موجوده الحين وهنا معالجات ابل بيكون اقوى 100% دي لازم ينشال هي الحسن. هي مو ما اقوى زياده على ان يمكن هذا يمكن هذا ما نشوفه هناك بسبه الماك نفسه النظام ماكنتوش ولا الحين ما تستخدمه <applause> الماك اوس هذا الماك اوس نفسه اتوقع الاوبتمايزيشن نفسه هذه الموجوده موجوده على السيستم ليفل في الاي او اس اللي هو الايباد او اس مبني عليها فممكن بتشوف بقات ومشاكل ثانيه هناك وما اتوقع ابل بتقدر تسوي اوبتمايز بالحرف الواحد حالها من حال الايباد والايفون بسبه انه ماك والماك تعرفه يعني ما حد ينكر الماك ممتاز جدا مقارنه بوش مقارنه بال ويندوز ايوه شو بتوارم بتوارم أي مقارنه بالويندوز ممتاز جدا بس انا بس كنت... مقارنه بالاي مقارنه بالاي بالحالي نتكلم احنا مقارنه بالايباد ومقارنه بالايفون ما هو بنفس الاوبتمايز الموجوده هناك ف بتغنية... يمكن يمكن في لوس باور خفيفه حتى لو انه ظل مبني على الاسوسي مالهم لازم نشوف قدام لا هي كسنة سنه سنتين لازم تتحول يعني اللوس باور دي اللي تكلمت عنها ما تكلمت عن باور بي سي لانتل التحول اللي كان باور بي سي لانتل عاد دي... الحين نتكلم عن قطعتين ما كان مصنعهم ابل الحين جئت تصنعهم بت... هي قاعده تعلم الماك يعني من, دخولك ان انقلت لل11 والتغيير في اشياء اللي نتكلم عن التجبار التج بار ولا مش الكنترول سنتر اللي صار خذت من الايفون من الاي أوس وقطته هناك التقريب اللي قاعده تسويه انا انا من ناري حتى الماك او اس 11 ده ما راح احدثه اول ما ينزل الاسبوع ده انا من نوع الجهاز حقي في الماك ما ابي الميزات اللي تنزل جديده هاي سوفتير كثر ما ابي النظام نفسه يكون مستقر البرامج تكون مستقره عندي بس هذا عندي شوف مثل مثلا الفاينل كات برو يعني الاي موفي حقها مجانا دعمت الدولبي فيجن ودعمت مالت المشد ار وذي كل شيء في الاي في الاي موفي في الايباد وكل والايفون كلهم مبين عليه من الـ الـ من الايفون من اي او اس نفسه اي وحتى الكلوبس ودي دعمتها على طول دعمتها جدا قديمه ايفون اس اي الايفون 6 اس وال7 والقديمه ديلي تقدر الحين اتش دي ار تسوي لك توصل لك الاجهزه القديمه دعمتهم ففتح كل شيء الفاينل كات برو ما دعمتها الان اتوقع في قفزه قويه في المؤتمر القادم حق فاينل كات برو بتسوي شيء فيه لان الفاينل كات بتسوي كاتبور بتسوي, بتسوي هو فاينل كات يعني نفس السوفت بتسوي شوف فاينل كات اختصار حق الفاينل كات برو تكتبه اه اف سي بي اكس اكس يعني العاشر ايه. اوكي الحين بتغير اسمها؟ مثل ما قلت لك انا الاوبتمايز عامه يعني في الماك يصير اقل الا اذا الا اذا ابل اذا بتطلع مثلا يقول لك بتعلن عن عن الماك بتقول لك ان الماك هذا اللي يستخدمونه حاليا هذا ماك مبني من الصفر من جده وجديد على الاي او اس ما بلازم تقول لك ابل وتوريك ما براح تتكلم المهم انه يعني حق الاوبتمايز من جديد يعني ما بني من الصفر على الاي اس وليش؟ لان على الاي اس على الاي اس ما بني لا ما بيبني على ماك ما راح يبني على الاي اس اقول لك يعني حت... يبجيب 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 يعني اذا اذا يعني الاوبتمايز والسكيورتي والقبل نعم تعرف يظل السكيورتي الايباد احسن من الماك والايفون تتكلم الحين الشيب عن الشيب انا اتكلم من سوفت وير ليفل السوفت وير ابل ابل دازه في الماك بس ان ابل ما راح تسكر ما يتقارن بالاي ما راح ما راح تسكر الماك ليش؟ لأنك لأ لأ مغلق على الكلام كلامك ايه؟ ايه؟ الماك اوس ما راح تسكره خلاص سكرتها ما سكرتها اذا حد اذا حد صوت ارم ملحم خلاص مسكره ما تقدر تغير هاردوير ما تقدر تسوي شيء سكيورتي انا اكلمك عن فيروسات ما فيروسات ايه ما, ما سكرتها الايفون الى الان ما تقدر تحمل برامج من متصفح مش غير معلن من ابل أبل, 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 ابل, عادي ابل هناك تقدر يمكن تسوي مثل ما سوت الويندوز حاليا في الويندوز 10 انك ما تقدر تحمل المتصفح الا لما تسوي تشيك حقت مثلا شيء من المعددات. هي موجود من زمان عندكم موجود خلاص وهذا تقدر تقدر او ما نب... أو... بس او العن من كذا ابل خلاص تقفل من المتصفح ما, ما راح توصلها زي كذا ما راح توصلها زي كذا لكن اكلمك ان هذا المجال اللي موجودة. تك... لا تك... تك... تار... تار... موجود لا لان تقدر الحين راح تشوف لان يكون موجود الحركه الحين موجود لان لان لازم ان شو اسمها مالها مالتها النظام حق الانجن اللي يغير هذا من أبل ستور اللي تحمل سكورا ما ادري لا سكورا مال ناروتو في ز... المهم ذا الانجن اللي بتغير فيه هذا الموجود ممكن من ابل ستور اللي, ال... اللي تحول من انتل هذا المهم خلينا خلينا من الاوبتمايز حق ابل 100% الحرب وثاني شا... شيء حق ابل قالت لك سنتين واحنا بنسكر كل شيء 100% راح تجز بقوه و100% التحول حق حق الماك البدايه يمكن اقول لك اياها خصوصا انه بتنزل معالج هي ب... البدايه بتتكلم عن ارقام والقوه حقتها اللي بتسوي يعني احنا بنتكلم عن اتوقع انا ترى بيدزون حتى في وير بقوه يمكن يقول لك انه حرفيا هذا من كثر فرقه نسخه الماك من كثر فرقها من الماك الاصلي يعتبر سيستم ثاني من اللي هي ما من الفيزبل يو اي من اللي هي ال ال يعني يقول لك الزيرو رينج ديب سيستم ليفل بشوف احنا ايش بتساوي كذا بس, بس ما راح تتكلم زياده عن السوفت وير السوفت خلاص ينزل الحين نبي نشوف الاداء مع البرامج يعني المطورين عندهم الحين اي <applause> 12 زي قاعد يعني يستخدمونه يعني ما ما اتوقع انه بيتكلمون لكن طلعت الارقام الحين يقول لك ان ابل الحين الاي 12 اكس طلعت السيرفات حقته في شو اسمه؟ جيك بنش جيك بنش انه وصل حق النواة 1634 سنجل كور اي المعالج الاي 12 زي وصل 1118 الاي الماك بوك برو 16 انش 1096 اوكي اوكي قوية اوكي هو أه كم 1600 هذا نشوف 43 الحين 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 نشوف قلنا أه أه. ما, ما كملناها صح من ساعة احنا ال 1.8 قلنا لك التيربو حق 3.10 جيجا هرتز والكور قلنا 8 والرام 8 8 والفكرة انه بس الفكرة انه الحين لو تقيس على الاجهزه الثانيه او تجي تقيس مثل نقول لك على على إكسري <applause> 6 مال ابل التوربو اب يعني الفكره خمسة هناك اي, اي, اي دي التوربو اب الفكره انه نقدر نوصل هناك ما بس ما هل بنوصل هناك؟ اي ما تعرف اللي يقول لك لان المعالج هذه قوه المعالج اي هذا اللي يقول لك وصلت هناك ارتفعت حرارة نزلوا بس على طول يعني كذب بس وصلت لمده ثانيه بس اني نتكلم عن التي بي دي مال الحراره فيمكن صدق يمكن يقفل 3.5 هو صدق انه يفيد ذاك انه يوصل بسرعه وينزل يفيد مثلا يقول لك لاوبريشن واحد للونش تطبيق قوي يسوي له لونش وينزل مره ثانيه يعني الحراره وصار البطارية بس اذا يقدر يوصل ل 3.10 ويقفل على 3.10 احنا المشكله هل ذا مش مطبق بيصير خطير ترى اللابتوب يقفل على لان خبري وانا عندنا اللابتوبات الثين لايت اعلى شيء نقدر نوصله يعني 2.9 هذه المشكله كذا لابتوب ذا كذا الحين هل يعتبر ذا ثين بالنسبه لكم؟ اي ثين؟ مرون زين احسب حسابك السنه الجايه والسنه اللي بعدها يعني ثنين اه ف... ف... يمكن هذا اللي تسويه اضف في المساحه اللي داخل بطاريات بطاريات انحف م. من كذا الماكسيموم هذا حقهم اي هذا البطاريات انحف من كذا بس اكثر لين ما يوصل لكام 96 هذا الحد القانوني بالطيارات آه اي, آه. أي. أي. ف... بدل ما يصير ثيك كذا يمكن يصير انحف ويوزعونه اكثر عشان فالان السنجل كور يقول لك 16 1634 1634 المالتي كور 7220 هذا آه كجهاز اللي مثل ما نقول يلا بسم الله. فهمت شنو الحركه؟ اها يعني تونا بسم الله. ف تقدر يعني تحسب فيه انه اتوقع هذا كله يعني مال اوبتمايز السالفه ف يعني قدام في المستقبل بري اوبتمايزيشن فيعني مع السوفت وير والابديت ومع مع اللونش ومع تحديثات التطبيقات نفسها هي مع جيك بنش وذيلي الارقام بالتاكيد بتصير اعلى من كذا 100% بت بتص... بتصير اعلى من كذا بس يمكن بتصير على مارجن اوف ايرو يعني يمكن بتزيد 100 زياده ولا 200 زياده بس انا بكلمك انه التنفس والتحول اللي راح يكون حق الايباد حق الماك السنه الجايه والسنه اللي بعدها على 3 نانوميترز وش الاشي... يعني تحس انه في تغيير سريع بيكون حق اللابتوبات في جهه سريعه يعني حتى الويندوز اذا غيروا الحق آر الحين تحول راح يكون بسرعه يعني شوف شوف جواتك أه. كيف تتغير بسرعه الشكل أدري أه. شنو هذول الاشياء لابتوبات هذه هي مو برضه يصير فيها شيء حط بس كلنا نتكلم او هي تسنك زي كذا والمراوح تشتغل بقوه هذا اللي قاعد نفكر فيه يعني ذي الحركه الان اقول لك ستب هذا تقول تقدر ابل تقول لك الحين يلا الجهاز حقي الحين ابيعه انا ب 4000 هل انزل قيمته ولا منزل قيمته؟ انا اقول اي بس انت تقول لا تكلم انا تكلمت عن انا حليت لك اياها يمكن ابل تقدر تنزل جهاز مثلا الحين اقل شيء عندهم ماك بوك اير ممكن 999 ب 1000 دولار. اها. تقدر تنزل الماك بوك تخلي الاير تخليه ب 700 600 كم تبي لابتوب زياده؟ خلاص كم تبي يكون عندك؟ تبي نوت بوك؟ ان اوه نوت اوه نوت اوه نوت بوك هذا خلاص جت لي اكثر من ذكرت لها الكور اذكر من ادري في واحد من الاهل كان عنده واحد هل بس بس هذا هذا خلاص هذا اللابتوب 700 جوال ايفون شاريه انت بس وهذه القيمه وحق طلاب خلصنا منها لان انت اذا مسكت السعر عالي انت ليش تنزل خلاص وتوصل فوق 4000 دين دي دين الحين وصلنا لها في المستقبل 4000 عندها ابل أشياء تقدر تحطها انا كنت اول من ذي يحتاج شاشه كاميرا في اللابتوب كويسه قبل كورونا بالكلام الكلام صح؟ <applause> 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 قبل كورونا متى يحتاج كاميرا كويسه؟ لحق فيس تايم، لحق زوم، مايكروسوفت تيمز انا عن نفسي كواحد أرب... إكس بوكس. 24 ساعه استخدمها على ديسكورد مع الشباب أنا اي انا احتاج كاميرا م... انا كاميرتي معفنه لدرجه ان عندي لايت فوقها ومشغله بشر قوي ويظل اعفن واحد من الشباب طيب الماك اللي عندي اوكي مشي الحال مع اني ما استخدمه لكن هل راح نوصل لمرحله ان ابل فتحت مجال الحين حطتك لك الاي ماك بوك 16 انش خمسه مايكس فيه والتسجيل شفتك اليوم اللي مسوي اي إيه إيه لان لان اصلا لو جلست افكر في على ذاك الوقت ايش كان يعني ايش كانوا بيسوون؟ انا عن نفسي يعني لو سالني واحد او جلي مثلا يقول لك فشر وقام يقول لي الحين احنا بنحدثه ايش نسوي؟ بقول له عدل كيبوردك عدل الهيت سينك مالك والتبريد بس حط اللي هي المعالج المعالج الجديد ويا الجي بي يو وخلاص بس هذه طيب هذا الشيء في المستقبل لازم يتغير هذا اللي انا عن نفسي ايه بس, بس اي بس هم هم لازم يجلسوا يقول لك طيب بعد ما يستاهل شو نسوي؟ حط ماي كات كله خله وخلص افتح كبر الحجم 15 16 كبر الحجم هذا طيب حق الهيت كل ولا شيء اه اه حق التبريد اللي حط هذا انتل اي بس ايه ما حد ينكر ما حد ينكر اذا تقول لي انتل وما تقول لي بطبخ دجاجة عليه ما صدقك أوكي <applause> <applause> فهذا الشيء اللي وصلنا له فالآن الحين أفكر فيه حط مايك كويس هل يجي يوم في ال... يوم من الأيام راح أصور فيديو في القناة بكاميرا اللابتوب يعني ليش ما يكون اللابتوب مفتوحين من قاعد أصلاً أصلاً الحين مع في الأخبار قاموا يستخدمون الماك لان خلاص يعني تشوفه جالس بالنوز عنده م. سبيكر مال الماك ستيريو خطير ما في احسن من اللي يستخدمون الاي ماك الحين يستخدمون اي ماك الماك بوك برو اه. السبيكر مال الماك خطير ممتاز واضح ستيريو ما حد يقول له yeah. أه، شيء اوكي نوعا ما اللي هي لازم يعني اي كيو مثلا اذا بتوزن مثلا حق اغاني وذيلي بس يعني كم كمكالمات وذيلي هو oh, ممتاز اي, أي مكالمات وكل شيء ما uh. في احسن من الحمد لله يعني المايك حياتك نقارنه بالبلوياتي اللي قاعدين نصورها بنوصلها مرحله قدام بس تقارنها بالبلويات باقي الكاميرا والكاميرا يصورون يدخلون لايف في الاخبار أبا الا إيه. لان اوكي هو حق اللايفز حلو إيه. اقول لك ما اقول لك اياها اللايفز احسن من بعض اللابتوبات اللي موجوده في السوق إيه. صح لكن هل راح اصور مش لايف ما راح اطلع لايف هل اصور حق القناه يعني مثلا هل راح استغني ابي اقل شيء يكون بالكاميرا اللابتوب إيه كاميرا إيه الايفون قدام إذا اذا اذا حي... اذا نتكلم حرفيا ريبليسمنت اوكي نقدر انت تقدر تجيب المايك مالك ونسجل البودكاست بالمايك لا ما راح ليش؟ مر... ب... ك... ككاميرا؟ لا لا بس... كالمايك كمايك اوكي نجيب إيه ال... وتسجل بالمايك ويمكن ما تحسون بالفرق هذا اذا ما صار احسن بشوي نشوف قدام لإن في شوي اي اي وال... اللي يوزن وينك ايه فاحتمال اه لازم نجلس في زاويه معينه او نحط هو اه بالحاله راح يوزن اوكي اه الجهه الثانيه سبيكرز ما ما يعني ما في لابتوب اه احسن من اي ما في لابتوب اه احسن من ادري بس اقول لك انه حرفيا اذا صار عندك سبيكرز خارجيين وصغار لان اغلب اللابتوبات تعرفهم سبيكرز هم ما هم بهالدرجه ايه اه اه إذا ان انا في ناس الحين الله يهديهم ترى يحط لك اثنين شغلات الكيوت ايام البي سي ده اه تشيلهم تقطهم من بالزباله من عندك جاهز لابتوب ايه الكاميرا الكاميرا ما هب بفل بريسمنت بس كمايك وسبيكرز وثاني شيء انه بعد يظل المايك مالك السبيكرز مالك ما يقفط ما يقفط ما يقفط المايك لأنك لو تحط سبيكرز خارجيين احتمال المايك يقفطهم ويسجل نفس الشغله الان راح نوصل لمرحله ويظل اذا حطوا الاس مالهم يظل يصير عندهم اللي هي كل اللي بنوا طول السنين هذه للتصوير الفيديو والكاميرات وكل شيء والديب فيوجن كل اللي اشتغلوا والتنبت كله يصير جاهز عندهم على هاردوير ليفل طيب الحين وصلنا مرحله كذا باقي الكاميرات اذا فتح هذا المجال بيكون افضل لابتوب الحين موجود ينشترى في العالم بيكون لابتوب كاميرات كويسه لان لو وصلت المرحله الالفين وصلوا لمرحلة يخلون نفس الذنوب واللي والدي ذي الحين لكن لازم يوصلون ذي المرحله اول حاجه كاميرا م -م. كويسه ما اقول لك من حق الاشخاص كلها يعني الكاميرا كويسه تنحط لحق البرو خلي الايرو ذي العادي ما حد يقول لك لا في ذيك انت انا ما اكلمك عن لايف لا لا يعني ما اكلمك لا عن لايف لا نقول مثلا حرفيا يحطون السنسر مال الاس اي في الرخاص وفي البروز يحطون اخر سنسر عندهم بس كيف يكبرون الشاشه؟ لا 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 السنسر الامامي نتكلم اللي هي الكاميرا الاماميه برضو شوي فيها يعني تكتشف السمكه بالحاجه البصل يصير كذا نحيف السنسر ترى صغير ترى اللي عندك بس انا كلمك ان ولا ولا يقدرون ولا ما بلازم يحطون ستابلايزيشن بلازم يحطون ماجنت ما بلازم يحطون شيء لأن خلاص المفروض يصير ثابت علي واتحق. علي انا كلمك ال4000 اللي عندهم الكاميرا اول حاجه م. اوكي انت عندك تبيت عليها بس ما عليه نوصل حق شنو بنوصل لمرحله خلاص ابل يرحم امك حطي الفيس اي دي في الاي في الماك مايكر هذا ما مكانه بالعاده بالضبط بالضبط الماك والايباد بالضبط بالضبط فتحه بالع الايباد بالعكس, بالعكس مكانه العاده هذا هو في, في الاي في الاي ماك الماك. في, في الاي ماك, الاي ماك بعد في الاي ماك اه. والماك افضل من الايباد ما ادري الايباد انا عندي كيبورد خلاص الايباد مسكر بس افتحه يقرا في وجهي اذا كنت تستخدم بهالوضعيه يعني كان أيضا... أي. كان لابتوب وانا ليش لدرجه ان حتى في الريفيوز اللي اتكلم عن الايباد ابل الكاميرا لازم ترفعينها فوق مكانها يسار غلط لازم تكون فوق بس اذا حطيتها فوق في اشخاص كثار ما يشترون كيبوردات ما يشترون هالاشياء كلها الجهاز هاي آه المشكله لكن خلاص كاميرا فوق كاميرا أه أه. نفس اللي فوق خلاص يخلونها على على ماك تمشي ولا كاميرتين بعد الفلوس عندنا كثير لا لا كامرتين. نفس الفولد اللي في ثلاث كاميرات داخل دز... كاميرتين ورا اربع كاميرات <applause> فالحركه ذي تتوقع تت... انها توصل أفضل مرحله ان تحط فيس اي دي 100% فيس اي دي لازم أبل ينزل حق الماك لازم أبل ينزل حق ان هذا مكانه هذا إيه. مكانه افتح الماك ولا تحصل على ما يحتاج تطفي الجهاز كل مره وتشغله ولا حد يجي يجي في الكومنتس ويقول ما من داعي الفيس اي دي كله البس قناع انا خلاص الكورونا بتمشي الكورونا مم. بتمشي وتصير امورك وتصير امورك طيبه ان شاء الله وخلاص وتستخدم الفيس اي دي هذا المكان تتوقع توصل مرحله نتنزل انك تنزل كاميرتين بدل في انك كاميرا خلفيه شوف انت عندك انت انت عندك ال 4000 عرفت شلون؟ استغفر الله انت عندك ال 4000 القيمه ايش تبي تحط فيها؟ ما تبي تنزل 4000 في المستقبل راح تحط اشياء لا انا انا اتكلم عن ميزات اول حاجه تدري شنو؟ أه؟ حط لي رام زياده بس لا تحط لك دي في دي, دي, انت بتحط لك اشياء زياده هناك شو اللي بتحط زياده؟ تشيل اشياء من الايباد وذيلي وتحطهم هناك صح؟ مه. الايباد هذا السعر اللي عندك ما تبي ترفعه ابل لازم تنزل شيء لا 5G. قالي غالي غالي شريحه بتجي اوريدي شريحة 100% لازم تسوي لازم بوكيت حق السم مالك لتسوي تسوي سم جديد على حسب الشريحة انت ينتشر كمان ايه. لازم ابل توصل لمرحله الشريحه هناك موجوده في الجهاز بس ابل ابل واي فاي ونوع وسخه ايه لا لا انا, أنا ابل ابيها تسوي شيء على الاي كلاب نفسه على سيستم لابل يعني الاي سم الاي سم مالك على الاي كلاب توني مستغرب ان الحين الاي تي تي عندنا مسوي حركه جديده وشو؟ في السعوديه وفي دول الخليج تقريبا انك اذا شريت جوال جديد لازم تطلب شريحه اي ثانيه انا زوجتي محولت لها من جوال لجوال تو جوال ثاني جديد اذا الجوال ما فرمت القديم وشغلت الجوال الجديد وحطيت لايك حقك يقول لك تبي تشغل الشريحه وعندك الجوال القديم صوت طلب واضغط اوكي في الجوال القديم تنتقل الاسم في الجوال الجديد. لا اي أ... أ... أبل... من الشركات مب... أب... أب... لا بس ستيل ايفل ابل تتكلم منها بتطلع نفس اللي هي شركه اتصالات بها ما راح تسويها الحين خل خل شركه الاتصال يعني في المستقبل القريب اللي يعني نقول ما, ما, ما ست... راح يرضون الشركات

الماسكين هذا هناك يتكلم يقول لهم كونغرس مان جالسين يضحكوا معاهم احنا وصلنا زي كذا حق اول ما جود ومتكلم. بس لا تطلع من المنطقه يقولون لا تطلع بس, بس نحن شوفوا احنا بنسوي جديد شوف احنا الحين الشجره كم بلام ما تشوف والله شيء يسولف معاهم طبيعي يضحك يسولف واقف محكمه قدام قدامه قاعد يعطيهم اختراع عندهم ان احنا بنسوي زي كذا وبنوصل تحس انه قاعد يتكلم كانه يتكلم يا احترم هيبه اللي قبالك رئيس ال... لا ما اي 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 آه. وهم يضحكون معاه وانا شفتك زي كذا هو 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 يدل طريق الماركتينج والنفس البرزنتيشنز بس برزنتي... وكل شيء لا. ويعرف يتكلم مع منذا السبيتش حقك ل... ل... احتراما اذا كنت انت قبل رئيس اي لا لا هو يعرف يتكلم مع مند وكيف يتكلم مع منذا ما حد اشتكى من كلامه اي اي. اي. ويدري اذا كان اللي تحته مثل سكرتيرين ولينا يدري كيف انه يقدر يتعامل معاهم بس هل المفروض يتعامل معاهم كذا؟ لا. المهم فهناك يقدر يسوي خلينا نرجع الحين نسولفنا. فالما الاي انا آه اقول لك يعني في المستقبل مثلا لو سووا كذا وإن حتى لو ما سووا كذا يقدرون الشركات آه مثلا اي تي ان تي وذي ابل تغصبهم تقول لهم نسوي كذا ولا ما ما ما, ما, ما يبيعون اللي هي ايفوناتهم تعرف آب ايفون يجيب دخل ذهب فهمت <applause> شلون؟ انه يصير الرقم مالك على الاي كلاود مالك حرفيا الرقم مالك على الاي كلاود مالك تسوي ساين ان رقمك يصير في, في الماك يشتكون عليهم شركات ثانيه شو يشتكون عليهم؟ ش... ليش حتى الرقم دخلتي في الاي كلاود؟ انت هذا المونوبول يعادل الحين قوه برضه الحين عادي تقدر في شركات تسوي دوبلكيت حق ارقامك عادي تقدر تسوي دوبلكيت حق رقمك ليش شاف شوف ترى المشكله هذه بت... بتخش لها الحين الحركه حلوه نفس الحركه اللي موجوده في الاسم في الشريحه ترى جوالي نفس الرقم هذا أي. ليش؟ لان ذا ما يعتبر جوال فنفس الرقم يكون هنا فنفس الحركه بس, بس انت الحين يظل دفع زياده عليه هذا 10 دولار انت انا اقول على حركتي هذه ان رقمك يصير عندك في الايباد في طبعا الايباد ما ما يرن الشريحه يرن هو الاصل لا انا اقول لك انه ما يخليه يستخدم كبيانات بيانات بس مشكله الايباد يرن الأ... حتى البيانات يرن صدق؟ اي هذا انا هنا قاعد اكلمك الشركة بتخط... تقدر تدخل الاي كلاود وتسوي بلوك يعني حق تقدر تحط حركة. حركه بس انا الايباد حقي الحين الايباد يعني ويرلس صح؟ أه. انا جات لي اس جات لي مكالمه عاديه تجي تجيني هنا واقدر ارد عليه على على أه. أه. شوكين و... على الشبكه اس ام أه. اس انا اكلمك هنا فهي موجودة اوريدي لكن مو بشريحة فعليا لازم يكون على النطاق اي مثل ما قلت هي. لك انك مثلا تشغله وتدخل في الاعلانات تخلي مثلا بيانات ولا رسائل في في الماك مالك مم. في, الـ في الايباد مالك في الجوال مالك وفي الماك مالك فهمت يعني شلون؟ يعني مثلا انا خلاص كلهم أنا نفس الرقم؟ كلهم نفس الرقم الحين الايباد اللي موجود لازم ما تقدر تسوي دبلكيت حق رقمك لازم تحط شريحه بيانات لحالها اي هذا 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 اللي هذا اللي حق هذا اللي مثلا انا دي متي توصي حق الحركة؟ أنا لا أتمنى قبلها إن الكلاود لأن لأن أنا قاعد أفكر أفكر بإعلان مال الأبل قدام تصير افكر افكر باعلامه أبل حركات ابل تعرف اللي هي التصوير مال ما حد ينكر تصوير اعلاناتهم حلو جدا كان فيلم يبنون بيت ويبنون مدري عشان ايه. تصوير اعلاناتهم حلو جدا وكل شيء يعني دافعين فيه وجايبين دراكترز ممتازين حتى م. لو ان فكرته احيانا ما منها داعي فكرته غريبه اطلع ايه. بس انا اللي قاعد افكر فيه مثلا يقول لك واحد قاعد من هذا شغلات تعرف اللي قاعد تعرف الزوم ان في عند عينه ويرجع وكذا يرفع جواله يرد مثلا يروح يدخل آه راح مثلا يقول لك على الكمبيوتر ماله على الاي ماك وجات له مكالمه ورساله ورد هناك وكلمهم راح بعدها عادي شيء طبيعي اذا الموجود يعني. اي مثلا يقول لك طلع وراح راح مثلا الكوفي شوب ماخذ الاي ماخذ اللي هي الماك ماله بس ماخذ جواله م. قاعد يمشي جات له مكالمه على الشريحه من الجو من الساعه رد دخل في في الكوفي شوب والكوفي شوب مثلا يقول لك ما عندهم نت يقولون مثلا مقطوع عندهم عندهم مشكله نت مشغل ال 5 جي في الاي في الـ الماك برو ماله وجالس يستخدمه ويرد مكالمات ورسائل في نفس الوقت بدون شريحه بدون شيء وفوق ذي كله تعرف اللي يقول لهم انه كل اجهزتهم اللي فيها بطاريه اول داي باتري هذا الساعه هذا آه. اي اي مع ار الساعه والجوال وال وال والماك وذيلي كلهم اول داي باتري الحين بيقولون لك اكثر من اول داي باتريز <applause> ايه في, في, الم... في الماك إيه؟ اذا ما اذا اذا ما آرم. بتدز بالتاكيد الارم لازم لو بتدز بتخلصه بسرعه الارم لا لحق الماك بوك بوك اير انا اكلمك يعني بتدز انت الغلطان انك تدز في... بتعب فيه يعني هو توصل حق لعب بس ما ادري ايش بيسوون فيها لكن هذا خلصنا حق المرحله خلينا نوصل حق مرحله ثانيه يعني طولنا فيها كاميرا الفيس اي دي مثل ما قلت لك مكانها من زمان هل انهم بيشيلون التاتش اي دي؟ او بتخلي اثنينهم يعني مور سكيورتي ما ما اتوقع ابل بتسويه؟ ما اتوقع يقول لك في شيء بس هم عنه يقول لك الايفون القادم ولا اللي بيكون فيه التسريب التسريب اللي طلع اللي كان المفروض يحطون السنه تاتش اي دي اندر سكرين تاتش اي دي في الايفون في نفس الوقت انا قلت لك انا ودي تذكر احنا تكلمنا ترى تكلمنا في البودكاست من البودكاستات ان انا ودي مور سكيورتي ما حد ما حد يقول لا لمور سكيورتي بس بالتاكيد ابل ما تسويه السبات ما ادري المهم خلينا من دحين الشاشه بتوصل 4K شوف انا اقول لك الحين عندك ال 4000 ما تبي تنزل منها تبي تلعب في الاشياء آه هذه آه آه بس 4300 وما ادري كم يعني لا مو ب 4000 4600 ما المهم ابي اكلمك اياها ان القيمه الحين اللي عندك مم. انت القيمه اللي عندك انت قاعد تجيب اشياء تقنيات موجوده في الايباد قاعد تجيبها هنا اتوقع بعدين طيب بعد يحتاجون يقلبون من تبي تفصلها تبي الميني خلاص الميني رد شو موجوده هم ياخذون الايباد مو بياخذون ما ادري اي ما ادري تسوي بيس ال جي فالميني راح تحطها فيها ولو تحطها بالايباد الميني ليد خلاص يقول لك السنه الجايه 100% يمكن السنه دي بعد الشهر هذا بكره هذا بعد, بعد بكره شوف هذول اللي عندهم ال سي ديز ميني ليد عدل لهم يعني قفزه بس الميني ليد حاليا بالتقنيات اللي نعرفها والموجودين دموز وكل شيء إن لو تحطها في الاولد لو تحطها يعني بدل الاولد جهاز اولد يعتبر استبدال نشوف احنا نشوف التقنيات اللي بتسويها لان ما تكلموا ترى في الايفون انه بيحطون من الغد كله في الايباد وفي الماك كل الاشياء الاخبار اللي تكلمنا بس انا اكلمك انه لازم الاربع لوح لازم تحط فرق في الماك ميزات انت قاعد اخذت اللي هنا كلهم حط تاخذ الجيروسكوب ما ادري تسوي كذا بالايباد ما... ما, ادري عنها <applause> لكن في ميزات لازم تحطها في الجهاز ان عندك القيمه ما تستنى القيمه ترخص ما تستنى بس مثل إن... أج... ما قلت انت في ميزات ثانيه ما منها داعي عندك مثلا اكثر الناس كرها مني مم. اللي جميل. اللي يطلعون في حفلات وغيره ويرفعون ويطلع لك ايباد يصور جاي اي في ناس اي جايب ايباد تصور يا الظالم اوكي, شو... أوكي. ب... اذا بنت صغيره اقول يمكن يعني آه الايباد هذا مالها بس اذا كانت بنت كبيره ما... بتشوفها حطت الايفون مالها جوالها الجديد حطته المخبأ وطلعت ايباد قديم تصوره المهم خلنا من ذا دل... الشيء بس يعني هذا اقول لك ما ابي م. الماك يحطون كاميرا خلفيه مو من هدايا يحطون كاميرا خلفيه يعني كاميرا اماميه لو كانت ملت السنه اللي راحت السنه اللي قبلها السيلفي مال الايفون هي قفزه قفزه ما قفزه احسن Overkill احسن كاميرا لابتوب بتصير في الحياه لان الحين ما في الا كم وشو بس السرفسز هذه الكاميرات معدلة والاي ماك مو نفس الشيء الاي ماك الماك بوكس فالحين وصلوا لمرحله برو ابل وصلت لحق مثل الاي ماك برو 10 10 بت 1080 بي الاي ماك 720 الاي ماك وصل 1080 توهم قبل الدرجه محددوه وصلوه 1080 فقاعد قاعد ترفع ابل هناك ف بنوصل بنوصل اشياء في كاميرات بنوصل اشياء وثاني شيء بعد اذا بتاكيد بيحطونهم اميموجيز أمو ومدري إيه وش حق الفيس اي دي لانهم دخلوها الحين لأنه خذوا الاي مسج اللي في الماك بعد نظام الماك او اس 11 مال الاي مسج مال الايفون نفسه خذوها موجوده هناك لكن بعض الميزات مش كلها موجوده ما في تروتون بعد؟ من زمان موجود تروتون في الماك اوكي okay. موجوده اوتو برايتنس توم حاطين اوتو برايت صح؟ من زمان ذاك اليوم تقول في موجود اوتو برايت نت شلون يقلوا كنت 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 تكلم تقول ما في لابتوب اوتو برايت اذكرها قبل سنه آه. كانت موجوده اذكر يعني أنا, انا انا اذكر كان انصدمت تقريبا ان جلست افكر اقول ليش ما في اوتو برايتنس في بس طلع فيه طيب احنا وصلنا حق الاشياء هذه كاميرا ومع انه ترى من يوم يوم الفيس اي دي وانا اقول مكانه يعني مكانه عادي في الجوالات كويس خاصه في البدايه كان شوي بطيء بعد بعدين حسنه وصار اسرع وغيره وصار الحين يعني ممتاز جدا عندك بس الله هو الاني على ما ترفع انت الانيميشن ما الرفعة هذا اللي مبطئ الجهاز الانيميشن نفسه بس مكانه في اللابتوبات ماك بض مكانه مكانه هذا مكانه بس انا بتكلمك ان اللابتوبات مثلا مبطئ مبطافي مسكره بس فتحتها اوكي بس لجت شقله من البدايه انت مسوي شت داون قبل وسويت له تشغيل الحين حتى في اللابتوب لازم الرقم السري البدايه يقول لك ايه اذا كنت تطفي تطفي يمكن ابل تو مثل الكونسولز هالايام الشت داون لازم يحطونه تحت حبه ثاني تحت لسته ثانيه ولازم يضغط له تعرف اللي يقول لك يس كونفرم ما يبونك تطفي جهاز لازم تخليه على الراست مود عندك السويتش عندك البلاي ستيشن بلاي ستيشن اول كان الخيار الاولي كان ترن اوف والثاني اللي هو ريستارت لأ الحين خلّى الخيار الاولي راست مود وريستارت بعدين لازم تدخل اوبشن مور اوبشنز وتروح تسوي ترن اوف اوكي طيب خلصنا من الايباد والماك احنا باقي لنا يوم يعني مشاهدتكم الفيديو مم. بكره راح يكون مؤتمر ابل وراح نطلع معاكم لايف فانتظرون الساعه 9 المساء بتوقيت السعوديه كم ساعه عندنا 11 اب هذا وقتها مم. طيب ننتقل لك خلينا نتكلم عن الايفون البدايه ابل قبل كيف مسوي هالاشياء في فيديوهات وطلعت انا شفت كذا فيديو بس الحين وصلت لمرحله انا متاكد ما بس تسمع متاكد من كتصفح فيلم المراعب هو الموضوع تروح وترجع فيلم كتصفح الايفون 12 اس يعطيك ساعات اكثر من الايفون 11 والاخوانه <applause> كإنترنت على الـ 5G ذا بيعطيك أقل، أوكي؟ بس أبل كيف مسوي ذي الحركة؟ إذا يعني. كنت تستخدم شيء ثقيل وحول على الـ 5G غصب، إيه؟ لازم يصير تقيم يعني. الفكرة، الفكرة لو إنه يعني يظل هو لو كان بين 5G وأنت مستخدم 4G يعني كرسايل ويكسر يمكن نفسه هذا إذا ما صار أحسن م. بعد. بس أرقام بطارية أقل بواجد. إي الأمور فهذا هنا يعني مثلاً 10 آر ست ساعات وشوي تصفح يقول سبع ساعات. الأيفون 11 يعطيك سبع ساعات برضو الايفون 12 مع بطارية اصغر من الايفون 11 يعطيك تسع ساعات هذا الاختلاف هذا الفيديوهات اللي مسوينها 12 العادي هذا يعني. اوكي مقارنة بال 11 صح نفس, الحجم. صح صح صح. نفس الحجم لان انا من اللي هي التنار اه هذا بأخوان. الحبه نفسها هذه الكاميرا حسبتها اللي هي طيب يزيق. في اخبار برضو ثانيه يقول لك ان الايفون تكلم عنها شوي دي. نتكلم عنها الايفون 13 خلاص كونفير من حق ال 120 هرتز التاتش اي دي ممكن يكون لك في شاشة الجوال السنة القادمة ما بالسنة الجاية السنة اللي بعدها <applause> الايفون هل والفكرة ان بيحطونه يعني عليهم كلهم ولا على الرخيص بس ولا شو السالفة؟ ما ادري مشكلة في زي كذا ما, ما راح ممكن برو بروموشن برو, موشن برو. نفس الايماك الايباد البرو بروموشن كلمة برو, برو تحطها هناك برو موشن عن التاتش اي دي دي يمكن بعض النسخ يمكن انا بتقول انا يحطونه حق حق الرسخ الرخيصة بس ايش من الفيس اي دي نعم للرسخ اذا ما بتدمجهم انت انتم ساعات تقولون م... مور سكيور اي انا انا ودي اه. بس ما اقول لك أبى ما بتسوي ممكن... يا تعطيك هذا يا تعطيك هذا ما تعطيك اثنين فالحين يقول لك الايباد او الايفون يمكن السنه السنه الجايه السنه اللي سنة... 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 بعدها 8 رام تمام وصلين ستة الحين ثم ايش بتحط فيه الميزات؟ هي ترى ما تنقز الا بهاردوير بشيء يحتاج ذا الشيء اوكي بس شلون يعني دقيقة 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 دقيق. زين نقزتنا هذه من ال للاربعة الى الستة قصدي اه ايش فيها؟ حق وش بس حق الليدار؟ الليدار الليدار يحتاج 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 يحتاج, يحتاج. ايه يحتاج. ليش في الايباد وصلنا ستة حط الليدار هناك حط الكارت عن نفسي انا أه. انا قاعد اتكلم عن ترق. انا كنت اتكلم وقتي انا موب ديفلوبر حق حق اي او اس حق انا بقول لك ليش ما بقول لك ليش بعدنا انت البروسيسور البروسيسنج اللي بتسويها في الثاني ذي اللي بتجمع الاشياء دي القويه وما ادري شنو شوف الى الان ابل ما حطت ليدار في خفيف يوم حطت الفيس اي دي رقت ثلاثه بعدين اربعه وصارت ثلاثه م. يعني حطت الفيس اي دي قدام ذي الاشياء وكل الديفلوبر يتكلمون قال سمعتوا ما ان الست اذا رفع الحق هناك الست اللي رفعتها لحق اللايدار ولحق الدولبي فيجن 60 فريم بس ما تقدر 30 فريم اذا تجلس تفكر فيها ما تقدر تستخدمهم اثنين بنفس الوقت شنو؟ ما تقدر تستخدم لايدار ودولبي فيجن انا عارف بس انه ما اقول لك تستخدم مع بعض آه. الستة بس الاثنين يحتاجون يحتاجون هم... دل... دل... هم ايه هم يعني هناك 30 وهنا ستة هناك اربعة وهنا 20 والشيء الثاني برضو الاربعة اللي شرفوا في الايباد العادي الايفون العادي ارفعها يوم ارفع, عم أرفع, عم أرفع عم حق الشاشه وكل شيء اوكي اوكي يعني اوكي انا انا فاهم قبل ما تحط قصدك بس ما ما بشايف اثباتات انت جايب لي التاريخ واحنا ما نقدر التاريخ ودي انا شفت حتى الكلام اللي ديفلوبر حتى الكاميرا يعني في برنامج حق الكاميرا بغيت أه. احمله الحين ما يتحمل الا اللي في الايفون انت سؤالي جاك الكلمه هذه من ديفلوبر انت تثق به؟ ديفلبر م... معروف اي مش, تتقل... مش واحد مش واحد وكذا فيديوهات اي يعني تثق تسر... إيه إيه ليش أتغل... أتغل... خلاص, خلاص. لأن... انا ص... خلاص إيه اصدقك لان الفيديوهات اللي يكلمونك عنها الفكره اني يعني... إن... إن... انا ما ادري بس انا اثق بك الا أنا... انت تثق انا انا شوف انا عنك اياها الحين جابوا جوالين ابل ما راح تزيد شيء ما تتكلم عنه ما موز... زالت يعني... ما تكلمت عن السته و... اي ليش ده ده ده؟ اللي بحت بحاجه اوكي عشان شلون؟ هي ما تكلمت عن وما راح تزيد الا بحاجه. لا هو حرفيا مو بالفيشر الفيتشر اللي هو اللي مسوي له سبورت. ايوه أوكي. أي ما, أوكي. ما, عندهم طيب زادت الا بالحاجه، طيب الحاجه جب جهازين يم بعض مالين السنه كل شيء نفس الشيء، بطاريه نفس الحجم، الكاميرات نفس الكاميرات. البط... يعني الاشياء هذه الثانيه السكرين نفس السكرينز. <applause> شو فرق بينهم عشان دي في ستة ولا اربعه؟ انت لازم <applause> كاميرا زياده. ايه شاصي وال1 الكاميرا ما لها داعي اوكي okay. لان الكاميرا اوريدي موجوده على ال ال 11 برو ماكس اربعة اها اي ال1 لا بس اقول لك يعني هذا الفرق yeah. ما بينهم اللايدار و60 60 60 حق الدوبي فيجن اوكي الفروقات اللي بينهم بس اوكي اوكي اي صح ما يشغل ما يصور دوبي فيجن اللي هي النون بروز فهذا الفروقات الموجوده اوكي المهم خلصنا منها. الان لو بنشوف الاشياء الثانيه نتكلم عن ال في 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 سالفه اللي يقول لك نفسهم هذولي البروز فيهم سالفه سوفت هس فتحوا ريبليسمنت اي صور ريبليسمنت حقيقي الكلام؟ اي فتحوا فتحت شركه ابل ريبليسمنت زين سالفه ناسا اللي بترسل لايدورز مال ابل للقمر اوكي حقيقي هذا السؤال سمعت ان عن... ابل تقول لك انه في الموقع حق جبنا لك الله يدور من ال... من القمر الى البيت هو يعني الله يدور هناك يعني الناس قاعده سن... شعر بم... الم... شاعر انت ما شفت انت ما, انت ما شفت يا لا يدور القمر انت ما شفت ما شفت الموقع ابل بال... بالعربي افتح <applause> موقع ابل بالعربي في الامارات ولا في السعوديه وشوف الكلام حقهم كيف رديوس لحق الاجهزه حقتهم <applause> شعر شف... ايه الكلام حقهم طلع فيه من كيف جبت اللقات لا الايفون 12 كلامه غير الايفون 12 برو أوه، يعني مشغلين شعاره مش شعار بالنسبه لك بحس الكلام كيف جبتوه انتم أم نشوفه بعدين بس بتحاول بس ان احنا في اخبار حق الايربود 3 الشكل حقه راح يكون شكل الايربود نفس الداخليه نفس الايربود برو لكن بدون جلده بعاجبك طبعا الموضوع انت فرحان حقك كلش قايم من الفرح ليش؟ ما تحب الجبدة <applause> أنا, 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 معصب تألمني والله تألم أحس أنها تضرب أنا ألمس هنا ما في, في عظمة إذا كان. إذا كان. بس أحس إن حطيتها أحس إنها تضرب عظمة على حسب الإنسان ما, و... ما أقدر استخدم مم. كلش بس الحين الإيربوتس برو بدون جلدة يعني 100% الإيربوتس العادية أقصد الإيربوتس 3 بدون جلدة فنفس العادية اللي عندنا موجودة البرو بس بدون جلدة راح تكون فت نفس الإيربوتس 2 العادية هذه اللي تعتبر البرو 2 هذه ولا لا ايربودز 3 هذا الايربودز العاديه اه الايربودز اوكي آه. العاديه بالديزاين إيه, الجديد الأيربوتس العاديه راح تكون كذا و... نفس الشكل و... وش, وش شكلياً فيه. بطاريه افضل وهذا اللي بيسوون فيها كونسليشن ما راح ما يحتاج يحطونه ما اتوقع بيقدرون يحطونه بسبب انه ما ما يشبك عدل يقدرون يسوونه بس يكون اقل يقدرون يسوونها بس لا بيصير ما رح... بيصير انك تسمع برا ما راح يسوونها بس على حسب الموجات في جدد تعرف اللي هي دوران الموجات و... اللي بيسوونها بس انه بيقدرون يسوونها بس هل بيحطون ميزات اكثر او بس تحديث لها بميزات اخف يعني كلها نشوفها قدام بس الحين ما, ما اشوف شيء عن ال والهو... والهوم بودز هوم بودز بعده الهوم بودز برو الجدد هوم بودز برو ما تكلم عنه في ليك مساعة شبه ما في هوم بودز برو اي هوم بودز أي, اي اير هذا الاير هذا الاير هذا المقارنه هذا نفس اللي قاعد اوريك اياهم سواء آه. طلبت انت ال مش اسبوع الجاي اللي بعدين 99 دولار ما انصح اي شخص يشتري حق في السعوديه لأنه ما تدعم اللغه العربيه في السعوديه او هي ما تدعم اللغه العربيه لان ما زالت في اي دوله عربيه الى الان آه آه. نفس السياره بس ما دعمتها لكن بجربها يعني 99 دولار هل هل تتوقع تقدر لان انت تقدر تشبكها مع البرو اللي قالت لك البرو ما تشبك عليها ما, ما تشبك هذا اللي سمعته انا الى الان الا ان هذا مشكلتي انا يعني قمت اقول هل اني اذا مع بعض خليتهم ستيريو بيصير اقل إيه. إيه. فيمكن يمكن ديك تقل القوه وكل شيء وتغير البيس طبعا كبدايه كتقنيات طيب في تقنيات هذه اكثر من هذه وهذه اكثر من هذه اول حاجه الهوم سبيكرز وتويترز سبيكرز وكويترز ووافورز اي هذا في و العاديه, ايه العادية. اه. وبرضه العادي هذا ال... هذا اللي موجود والميني الان الجديده ما فيها الذكاء ان تكنسل الصوت من جهه وتشق لك اياه يعني من جهه اللي حطيته في جنب عشان ارخص اي لان البرو فيها المايكس والعاديه هالكبر ما ادري لا 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 اكبر من كذا نشوف يمكن هالكبر لا 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 لا, يعني. لا 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 نزل نزل هالكبر كذا هالك نزل يوم. نزل لان البرو هالكبر نزل عليه نزل المهم هذا الشيء ثاني حاجه الجديده اللي هي الميني شو اللي فيها برضو فيها ال اليومن الجديده الجديد مو فيها الاس 2 شو الاس 2 اللي هي من من الساعه الاسوسي انا اتكلم لك التقنيات اللي فيها اليومن اليوان حق الكونكشن هذا طبعا ايه ايه حق الاير ايه. جهازك و... اذا مريت يم شريت وش البيضة ولا السودة؟ السوداء بس شوف حجمها بين بين الجوال وين الكبر. ايه هالكبر اي هالكبر يعني اوكي كذا أصغر لا كذا شوف اذا حطيت يم الجوال الجوال اكبر منها نشوف هنا قدام هذا هذا -فن فنقول نص الجوال نص الجوال اصغر نص الجوال لا واجد عاد قلبي ما حد حش... اه أو... اوكي 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 نص الجوال نشوف قدام شو شكلها صغير. كبير بس صغير بس إيه. اوه لا لا صغيره إيه. فنشوف هالكبر... مم... هالكبر <applause> اه. نشوف قدام شلون بتسوي هالكبر هالكبر هذه تقريبا هذا قلت لك اياها ساعه المهم نشوف قدام خلص منها ابل اتوقع برضو قاعد توصل انها بتنزل هل هل تقدر زين تشغل اوكي بش... اذا بتشغل مثلا يقول لك سبارفاي سبارفاي في اي اي كيو من, من داخله اذا شغلت سويت اير بلاي لها هل انها تاخذ مع الاي كيو بروفايل نفسه تشغله؟ ما ادري. نجرب عليها ار تي جي. المهم الحين وصلنا حق المرحله. ابل نزلت اللادر كيس لحق الكيسز لحق الجوالات الايفون فما كانت منزلتها اول يوم نزلت الايفون 12 و12 برو الان نزلتها ونزلت الكيس ذا السليفز او شو اسمه؟ سليف؟ قلت سليفز اون؟ اي سليف اللي هو ما ادري مين ذا اي سليفز؟ اه هذه لا هذه حق ابوي. يا ما وش شلون كذا تبعت؟ لا ده طيب. هذا حق حريم هذا لا تقدر لا تقدر تشيل هالورا انا حس انا حسبته هذا عرفته ما. لا ده أكي. قديم موجود عندهم عندهم هذا الاول اللي يحطونه آه. الحزام مش الحزام بس انه اول عندهم ينفتح كذا بس الان نزلوا ده الحركه اللي تشوفها في ذا القلفه اللي تراب تاكله إننا... زي فكره اللي عندهم حق الماك عرفت اللي يحطونه آه. من... آه. نفس آه. الفكره بس حق حق غريب المهم انه جلد اوكي يعني ريل لذر ولا فور؟ لا 130 دولار زين معروف ان ابل مزالها الطبيعه والطبيعه والحين <applause> تذبح بقر أه ما راح نذبح البقر عشان تاخذها وانت بتاكلها ما ما له شغل الطبيعه في دل... هذا الايكو هذا هذا الايكو سيستمز حق الدنيا مزالهم جالسين يتكلم عن الطبيعه ديلي خلاص يعني ما عاد تذبح وغيره ابل ترى ما تذبح تشتريهم أه. تشتريها تاخذها الشركات اللي موجوده تد... بس الشركات لشغل... اللي يعني ابل لو انها بتبيع واجد لو انها ما بتاكيد بيقللون البرودكشن علي بس احنا ما ذبحنا الناس علشان يعني ذا الحين مثلا انا رحت وطلبت ورحت انا وذبحت احنا نذبح روكسان بنجيب اسامي روكسان هنا تاخذ الجلد شلون؟ ايه هي احنا ما ذبحنا علشان ناخذ هي تاخذ الجلد احنا ذبحنا عشان ناكل ايه هي بتقط الجلد اذا قطت الجلد هذه المشكله حق الطبيعه صح؟ هي إيه خذته وراحت بعد ما مع... بعت ال... لا 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 خ... اذا ب... إيه خلنا نرجع مثلا نقول لك ناخذ ستاب نعطيك اللي هي تفكير مثلا نقول لك اللي هنا هنا الفيجنز اللي مع, ال... اللي مع لا 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 دقيقه 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 خلنا نتكلم الفيجنز اللي مع الطبيعه والخرابيط وهذا ولا تذبحون خرفان وغيره أه حيوانات ما له شغل دقيقه 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 اللي الحق حقوق الحيوانات بيتا بي بي وغيره ما له شغل بالطبيعه ما 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 دقيقه خلنا نتكلم زين عاد آه ما هو شو اسمه ضد ذبح الحيوانات اوكي خاصه البقر نروح الجهه الثانيه هم يقول لك شو شو تسوي تروح تاكل يحلقون صل على النبي دقيقه قصدك اللي هي الهبيز اللي <applause> هاك اللي هششون المهم آه اذا يتكلمون يقول لك راح اكل مثلا يقول لك مو زياده تروح تاكل لبي... لت... لا تترجم زياده وعادي كمل تاكل زياده عشان نزرع نباتيات لازم اقتل كل شيء جرم مدار اقتل الطيور اقتل الحشرات اقتل ده عشان لا ياكل لا ياكل الزرع مالي نبات لازم اقتل الاول والتالي عشان ما حد كمزارع طيب. زارع. طيب. اذا بتروح مثلا يقول لك للطبيعه صج حرفيا احنا عندنا اوفر بوبيليشن اوف كاوز البقر اللي عندنا اوفر كثيرين واجد لازم نذبح البقر ولا نسوي بقر جديدين لان لان يطلعون يطلعون آه... ميثين وهم واجد طيب علي علي انت انت خلاص اوكي ردت على نفسك انت الحين ايه ما لها شغل هذا الشيء بس انا اكلمك ان الشركات ما راح تذبح وتقطهم يعني الحين اللحم حتى ما قلت. بس طبيعي. عندهم هنا كشركه مثل تسلا وغيره انه خلاص احنا ما نستخدم لابر طبيعي احنا مع الحيوانات ما اجل ما... ما, انا حتى لو ان اللذر طبيعي بس ان اذكر ان اللذر حق ابل محطوط يتغير مع الوقت إيضا حتى حقيقة. الفو يتغير مع الوقت م. فهنا بنشوف هذا لكن رجعنا لك. لكن دخلتنا على شيء ثاني هنا ابل يعني لا تقول لك ان هي ليش متاخره ما بدون اي سبب لكن هنا اذا ركبت الكيس في روز اون اوه يتغير على لون الكيس اللي حاطه انت أوه فهمت شلون؟ تبي تبي منتبه تصدق روك على لون الكيس يتغير السكرينز اللي موجوده أوه 9 و41 دقيقه كلها اول مسكت <Natürlich> فيتغير على لون الكيس اللي موجود اوكي اوكي ذي حرفيا نفس الفكرة السمارت كيسز مالت سامسونج بعد اللي NFC تشيب اللي فيها هذا اشبكها واشبكها وتغير الثيم وتغير هذا حتى ابل حتى الكيسات العاديه الحين ابل الكيس يطلع لك الدائرة على حسب لون الكيس اللي انت فكذا الثيرد بارتي لازم يكون يعني سيرتيفايد باي ابل علشان او ينسرقون الشيب اللي داخل الكيس ما ادري يسوون الصين الصين يسوون الصين علي بابا نزلوا الحين كيسات مالين ابل ماج سيف ماك سيف نزلوهم نزل الوالت ماج سيف اللي ابل تبيعها ب 60 دولار نزولها ب 8 دولار اهم شيء إن فيها شيلد عشان هذا أه... المشكله هذا المشكله هذا المشكلة. المشكله اذا كذا 8 تقدر... دولار ك... بتسوي بشيلد؟ اذا كذا لازم تدزل... تقدر... اذا شريت شا... إذا تشتري قصدير وتلفه هذا <applause> <applause> بتخرب الدعوه بس ما انا بتقدر... بس إن ما ادري عنها 8 دولار تقدر الصين يقدرون ما عدا الحديد هو يقدرون يسوون انا أو. عارف بس إن الدراسات بس بس بساك... ادري دائما على باجتهم ارخص شيء اقدر اصنعه فالمهم ان حطوا الوزون في ذا <ده> أبو ما راح تهتم هناك ليش؟ ف... ليش الحين؟ ليش مستخدمها قبل؟ لان ما عندهم المسكر بالكامل، ابل عندها الغلاف القديم وثاني شيء ف... بعد حرفيا لو كانوا اوزون محطوطه بدون غلاف كذا احسن للشاشه نفسها لان عندك الشاشه كامله الوقت ال 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 مثلا يقول لك كسامسونج عندك الشاشه كامله الوقت يمشي فيها ما يجلس في مكان واحد للاول عشان البرنينج فتشوف الساعه تشتغل من هنا الوقت يتغير بعد الوقت يتغير اربع بعد اربع ثلاث دقائق تلقى الساعه وقت الوقت بعد ساعه الوقت يتغير بعد دقيقه دقيقه تتغير يظل يظل ترى مع الوقت هذا اللي هي رقم واحد موجود لمده ساعه ويرجع مره ثانيه رقم واحد لمده ساعه ويظل ونفس المكان والمكان المكان صغير فلازم فلازم تتحرك واجد نشوف ابل ولا شفناه من ساعه مبين عليه بيكسليتد كبار نشوف ابل ايش بتسوي ما اتوقع انه بكسل ابل ما لا لا هم هم مسوين الديزاين مالهم انه نقاط بيكسل كثار شغلهم صحيح. ما اتوقع ابل وت... ما ادري احنا شوف ذا الشيء راح يبين عليها انه يعني انا من النوع اللي إيه؟ ديزاين يعني ما, ما راح تكون تشيب مو على تشيب انا اقول لك بس اللهم الديزاين مالهم انه بيكسليتد أو اوكي لا آه ما بيكسلي. من ال... ابل ما راح تحط انا انا انا, أنا فاهم ابل, أبل وثاني م... شيء محطوط اير بيس فشكلك تقدر ترد وتسكر يمكن ايه ما ادري يعني فيه في مدري مدري مدري. في السوفت وير داخل هذا حق بنات ولا ايش السوالف ما فاهم انا ما ادري كسوفت وير داخل لأنه ما دعمها في الاي او اس 14.2 ايه. بس بس ليش من لها هذا حق بنات ابل فيها شوت تنزلها هذه الثانيه وتوقفها تمشي ويعني ما اللي بيشتري ولا تنزل لها ماركتينج ولا تشوف عنها شيء ولا كذا فجاه يعني ده وقتها لا وقتها ابل تنزلين الان البطاريه الباتري كيس ايه تاخرت الآن ما نزلت ولا تكلمت عن شيء ما الى الان ما تكلمت عن نزلوا ناس انه يقولون لك مثلا سمارت باتري تنزل ابل بطاريه لحالها تشبك قصدك يعني ماك إيه؟ بس ابي الكيس الكيس مالك نفسه في ماكسيف؟ ابي سمارت باتري, سمارت باتري كيس كذا اسمها سمارت باتري كيس اتوقع يمكن ينزلون اثنين ينزلون سمارت آه تشارجر أو سمارت باتري، سمارت باتري كيس. والسمارت باتري كيس نفسه في ماج سيف، يعني تقدر تشتري سمارت باتري كيس وتشتري سمارت باتري، وتحطها كذا وتشبك مع بعض ويصير عندك دبل الوقت، يصير كان عندك. اي الواليت. ما... أي... نفس الحاجة من الباتري راح يكون مثلا، مثلا. بس أنا بص. لا 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 مورثك يعني تحتاج باتري وتحتاج. طيب. غلاف تخيل. عليه طيب. وتحتاج. طيب تخيل الحين تخيل. تخيل علي. الآن نزلت شريت شريت جهاز. حطيت شريت بطارية سمارت باتري كيس وحطيتها بجهازك جهازك اوكي وشريت وولت برضه المج اوكي شفت وحده ورا واحد. ما اتوقع ان الباتري مال سمارت باتري كيس فيها برضه في خارج برضو فيها لا سمارت باتري كيس اتوقع فيها بس اذا كانوا سووا سمارت باتري ما هو بكيس كامل ما اتوقع يحطون فيها ما انت انت والسمارت دينا. باتري كيس بالتأكيد يمكن يخلون فيها ماج سيف للشحن نفسه عشان تشحنها هي لان فيه وايرلس شارجر حاليا مو بيشلونك ايه فاذا حطوا فيه الماج سيف تقدر يعني, يعني الفكره انك تشتري الشاحن ما راح يكون راح يكون مشبوك شيء تحت الشاحن علشان يمهدون لحق الايفون القادم انه خلاص كله فكرت, فكرت فيه فكرت فيها ايش فكرت فيه تصدق يمكن عشان يمهدون حق الايفون إيه. 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 ثاني شيء بعد ما المفروض المفروض ما تشتكي انه ما عندك شحن لان ل... عندك الحين كم يومين بطاريه مع الكيس والجهاز مالك فوق ذا كله خلاص يعني قطع الشحن وسحب عليه نفس الايفون الكيس الموجود أه. الحين واذا واذا ما تبي تشحن جهازك تشحن الكيس مالك بدون جهازك موجود الحين ايه. نفس فهذه الاشياء كلها ابل نزلت الدول بس coming سون هذه ذي دول ماك واحد ماك سيف وواحد حق الصاعه اوكي okay. هذا الشيء اللي انصح اي شخص يشتري بدل ما ما ادري بس انه دي ما راح تقدر تحركه لكن م -م. لحق سفر ايه وصغير مره شوف حجم الجهاز في الساعه لحق سفر لحق والشيء الحلو او الشيء ما بحلو ما في اير 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 شو اسمه ذاك اير اير تشارجر شو اسمها هذيك اللي راحت؟ اير باور اير باور ما تدري الآن اتوقع بالله بتنزلها تبي تنزلها لكن ما قالت إنه ما بتنزل ولا تكلمت عنها وذاك تقاعد ذاك صديقها رأيها فيلم بس اتوقع انها راح تنزل في المستقبل لكن هذا هذا الحل حقها اللي تحس انك اوه يمكن اقتلتها قبل. لان نزلت المكسيف هناك ذيك ما في ذيك الكويلز في كل مكان عشان تحل الحراره هي نزلت المكسيف عشان تحل الحراره هذا الحل الثاني اللي هم بس فكرتهم انه الساعه لا 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 فكرتهم انه اذا تقدر تحطه على الموت في مساحه يشحن يعني ثلاث اربع جوالات <applause> اذا تقدر تقدر ترتبهم يشحن إيه لا هذا المشكله انك لو تحط ثلاث جوالات ترفع الحراره مثلا يمكن جوال بس إيه اذا 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 سوا اذا سوا مثل ما قلت انت يعني بس هو نفس الديزاين من الماك بس في مدخل في جهتين تقدر بالماجنت في جهتين تقدر تشحن بهم جوال وجهه تشحن بالساعة مثلا وتقدر تبدلهم تخليهم مثلا حق الساعه في كل مكان يظل ما هو ما هو بفكره الماكسيف، فكره الماكسيف كانت حلوه لأن كان قطعه ما تذكر تذكر يوم اعلنوا اللي تكلمت عنه يمكن معاك وقلت اقول لك لو ينزلون بعدين نسخه اكس ال منه ولا شيء كبيره، كبيره يعني شويه وتحطها مثلا يقول لك عندك في الصاله ولا شيء اذا جابوا الشباب ابل ما براضي اذا تقط اجهزه يعني اذا ي... ي... في مكان تقدر تصفهم ويصير موجودون يش... يشحنون ابل ما براضي يتس... تتنازل عن العناد اللي عندها ما راح نقول شيء انك تحطين مروحه فيها ترى عادي والله مو لا لا مو واحدة مو واحدة. ثيك شوي يعني كم 2 ملم ثيك ما تنزل وفتحات ترى حالها سهل اي فتحات ها. صغيره تحت عشان عشان ترسب الحراره وبس هذا حلها لا انا ابيها كذا ما راح نقول لا احنا والله والله العظيم عادي ما راح نقول لا اصلا حطي مروحه افضل لنا يعني تخيل احنا هالجهزه تعرف اللعبه <applause> الهوكي اير هوكي شفت الايرز اللي يطلع منها الهواء هذا إيه. ذي الحركه تخيل مات كبيره كذا نفس قطعة ذي كذا حق الشباب مثل ما تقول مروحه خفيف هواء خفيف بارد يضرب على الجوالات قاعد يشحن ما... لا ما حرفيا ما اوكي قصدك مفتح له فوق إيه لا لا يمكن يدخل لداخل ويضرب في الكويل ويسوي التماس وغيره شنو اللي يخش الهواء؟ الماي اذا اي ماي اذا انكب ماي عندك ولا شيء شيلدز في في اشياء يحطون لا هو لا هو بس فتحات من تحت شوي ثيك في, في اشياء في مراوح ما, ما لا لا, 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 لا فتحات من تحت شوي فيك. آه مثلا يقول لك مروحه يمين مروحه يسار مروحه في النص عند تحتهم تحتهم فتحات صغار مروحة مراوح صغار يحركون يسوون سيركليشن حق الهواء تسحب مثلا يقول لك من نص اللي هي البيس وتمر عندهم مثلا يقول لك تشامبرز صغار نحيفه تمر وتطلع من ورا ومن قدام. احنا نتكلم كثير انجينير جالسين خلت تكنسل بس انا اقول لك يا دي الفتحات الخفيفه تضرب على الجهاز حلوه او دي طبعا فيها فيها المش عدل او ان الخيار الثاني أن يكون تتحول الماتيريالز حق القطعه نفسها وتحولها الومنيوم. تحولتها حولتها عشان, عشان ترانسفير هيت. اذا حول لا بس انا ما ابي ترانسفير هيت آه. اوكي الهيت هو درجه الحراره ما تنقص درجة الحرارة ما في درجه بروده لكن بحولها ترانسفير كول شلون ان تحت الداخل في مراوح م -م. يضربون البروده عشان لا صار الجوال أوكي. محطوط ينقل لك بروده حق الجوال بس بروده عاديه اوكي اوكي لو ندخل فيها بعد نقدر نسوي اللي هي آه اوكي دخل هيت بايبس هيت بايبس مع مع, مع آه اللي هي بس مراوح تخبر اللي يمر ويرقى فوق ويلمس اللي الالمنيوم بسهوله انه مروه خفيفه كذا بس داخل تضرب لك بارد القطع على طول وجهازك بارد بس هذا كل شيء عندك خيره ثانيه لان انا عندي مدرسه ارسلت لي ايميل تبيني كمل لا لا <تصفيق> 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 مدرسه ارسلت لي ايميل وقاعد اقراها اختربت الدعم عندي هذا قاعد اقراها اوكي شيء ثاني لا, لا لا ان شاء الله الاسبوع الجاي عندنا اللي هي الايفون الاسبوع الجاي صعبه لا الاسبوع الجاي عندنا الايفونات اقول لك مم. يعني عندنا البلاي ستيشن عندنا ان شاء الله بعدها حرفيا بكره بينزل الاكس بوكس بس ما آه عندي آه 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 عند آه احمد في نهايه الفيديو تشف... احمد آه نعم أ... ابي <تصفيق> <تصفيق> في نهايه الفيديو تنسون الاشتراك في القناه وانتظرون مثل ما قلت لكم اذا في شخص يقدر يشوف الفيديو الى الان اصلا وصل حقه في خلال يوم فيكتب لي تحت التعليقات انه وصل لنهايه الفيديو خلال يوم ويكتب انه ترى بنسوي فيديو او لايف لحق المؤتمر صعب انا بالنسبه لي ما راح اقدر اشوف فيديو ساعتين خلال يوم في ناس يسافرون يروحون الدوام يرجعون وغيره ان شاء الله بس نشوف اذا حد وصل يكتب لنا تحت انا بالنسبه لي ما اتوقع ففي نهايه الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناه وانتظرون فيديو المؤتمر قبل مثل ما قلت لكم يوم الثلاثاء اللي هو بعد الفيديو هذا بيوم الساعة 9 صباح 9 صباح 9 المساء بتوقيت السعودية نطلع مش 9 المساء نطلع 8 ونص نبدا معاكم البث المباشر وبعدها بعد يومين ثلاثة ايام نبدا الريفيوز حق الايفون 12 برو ماكس 12 ميني والاكسسوارز بعد اللي شاريهم ما ادري كيف يسويها. والبلاي ستيشن والكنترولر مالته والجيمز اللي عنده. مم 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 و و و و ما ادري كيف يسويها. و السيت اب بوكسنجز لهم كلهم ما ادري بعد بعدها ان شاء يعني الله بعد ما تخف هالفوضى كلها ان شاء الله بيصير نشتري الاكس بوكس سيريز اكس عندك الاكس بوكس سيريز 6 ومقارنه ما بين الاكس بوكس سيريز 6 نقدر نشتريه بعدها باسبوع ولا اسبوعين اي تكون عطلت انا إيه؟ برضو ونشوف ونقدر خلاص لايف ستريم حق الألعاب من الألعاب نطلع اي تنزل لايف ستريم حق جيمز خلي حط بروفايل مالك والعب عندك بعد إيه. هذا الحلو عندك ما كام كام كاميرا؟ كام؟ ت... لا م... ما شريت كاميرا ما ادري نشوف بعد ما يحتاج تطلع فيه بس نشوف انا بعدين في اشياء كثير راح نسويها ان شاء الله نقدر ف... م... نشتري كاميرا ترى رخيصه ترى يمكن كده... لا لا ب 100 دولار نشوف نشوف بعدين ما نشوف فبنات الفيديو تنسون اشترك بالقناه واشتركوا بحسابي سناب شات تشاركوا بيضاتكم اعمل لايك للمقطع ونشر بعضهم يقول لك علي عندك يقول اعطونا اعطنا قناه علي قناتي ما شصفل... م... ما عنده غنى لا تردد اه... صارت... ما عنده غنى علي بس بعضهم يقول لك سناب شات اختصر لكم ما عنده سناب شات نخليه كذا افضل اوكي اوكي شوف 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 يمكن اسوي نفس اللي تسويه انت، سناب شوت حق الشباب والاهل وسناب شوت حق حق الجيمز مثلا اللي عندي يمكن اسويها، اوكي الاسبوع الجاي مع أه، مش اسبوع الجاي اذا الاسبوع الجاي إذا شوف شوف عشان نقيسها؟ مش تقيس آه. الاسبوع الجاي انا اعطيك اياها هل... انا اقول لك الوقت المناسب لانك تعلم اذا انتشرت اللايف ستريم حق اللف ال... 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 شو اسمه؟ الالعاب الالعاب اذا انتشرت يعني خلاص جات كميات كبيره حق الالعاب زي كذا تبدا يصير هذا هذا اللي له اوكي هنشلون شلون؟ اذا انتشرت منه خلاص الان يكون يعني لازم يكون عندك اول شيء مشاهده يعني في ناس هذا الحق الالعاب الحين يلا لازم تسوي لازم انا اقول لك لا لا يعني انا لو بصور مو بصور بس حق الالعاب بصور حق الالعاب اغاني <تكلم> السيارات <تكلم> اللي استخدمه انا اللي <تكلم> اشوفه كان سر الشيخ <تكلم> 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 السيارات <سيارات تكلم> آه <سيارات> آه. <تكلم> نبدا اوكي خلاص اجل الاسبوع الجاي نشوف ماندلوريان نازل الحين <تكلم> المهم فهذا <تحص> الفيديو تصور اشترك بالقناه واشترك بحسابي سناب شات بدون وعمل لك المقطع ونشر المقطع وتعليقاتكم تحت يمني <تكلم> ولا تنسوني بفضل دعاكم والسلام <تكلم> عليكم <تكلم> <تك